بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. امبارح وبعد ما تناولنا لفضيحة خطاب اتحاد كرة القدم لوزارة الشباب والرياضة بتاريخ 14 ابريل، انا اسف جدا لان التواريخ مهمه جدا جدا جدا. الدكتور وليد العطار وهو المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي لاتحاد كره القدم عمل مداخله تلفزيونيه في اون سبورتس او اون تايم سبورتس مع كابتن ابراهيم فايق. قبل ما اتكلم عن اللي قاله كابتن وليد العطار كمدير تنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم والمتحدث الرسمي، يعني كلامه هو كلام اتحاد كرة القدم، وبالتالي الكلام اللي بيطلع من الأستاذ الدكتور وليد العطار هو كلام تصريح رسمي من اتحاد كرة القدم بيقوله للناس كلها. كابتن، يعني مش حاجة شخصية، كابتن وليد العطار بيقول للناس، المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي اتحاد كرة القدم، قال لكل من يسأل عن هل تعمد اتحاد كرة القدم إخفاء خطاب تنظيم واستضافة نهائي دوري الأبطال، كان رد واضح من الكابتن وليد العطار إنه لا، ما حصلش، إن أنا نادي بيراميدز طلب مني إن أنا كاتحاد كرة، يعني إن أنا أستضيف نهائي دوري البطولة الكونفدرالية، والنادي الأهلي لم يطلب مني ان هو ينظم نهائي دوري الابطال. اول حاجه دكتور وليد، قال ان خطاب الوزاره او خطاب اتحاد كره القدم للوزاره تضمن البطولات المجمعه ونهائي الكونفدراليه فقط، لان الاهلي ما طلبش تنظيم المباراه النهائيه زي ما قلت لحضراتكم. طب هقول لحضرتك حاجه دكتور وليد، ولو سمحت، أنا عارف إن أنت مش هتعرف تخش معايا، أتمنى طبعًا. على فكرة دكتور وليد العطار واحد من الناس المحترمة جدًا جدًا كشخص يعني، ولكن هنا أنا بختلف معاك في شغل أو في حاجة بتتقال هي خاطئة 100% وغير صحيحة 100%. طيب يا دكتور وليد، بعد إذن حضرتك، هل تقدر حضرتك تطلع وتقول لي الاتحاد السنغالي اللي كان بينافس الاتحاد المغربي لتنظيم نهائي دوري الأبطال، هل له فرق في دوري الأبطال؟ سؤال ما فيهوش مشكلة، صح؟ سؤال بسيط وعادي جدا، سؤال بسيط وعادي جدا. هل الاتحاد السنغالي كان عنده فرق؟ تعالوا نشوف ايه الفرق اللي كانت موجودة في دوري الأبطال في دور الثمانية في دوري المجموعات. خلاص ورينا يا سمير لو سمحت. بتجهز، لغاية لما تجهز، مفيش ولا فريق سنغالي كان متواجد في نهائي أو في دور الثمانية في دوري الأبطال. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أيوه يا فندم، الكلام اللي قاله كابتن وليد العطار امبارح هو كلام غير صحيح. أنا بوجه رسالة مباشرة، أنا ما بلفش وأدور، أنا بوجه رسالة مباشرة إن الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن وليد هو كلام غير صحيح، وإن الفريق السنغالي، لا يوجد فريق سنغالي في دور الثمانية إلا لو كانت هناك لائحة أخرى أنا ما أعرفهاش. هم قالوا إن الاتحاد السنغالي والاتحاد النيجيري والاتحاد المغربي اللي تقدموا، وبالتالي تم استبعاد الاتحاد النيجيري لأسباب وتبقى السنغالي والمغربي. ورينا سمير، هم مين دول؟ دول الفرق اللي كانت بتلعب في دوري المجموعات A و B و C و D، كل الفرق 4 في 4 16 فريق، ولا سنغالي ولا نيجيري. يعني الاتحاد السنغالي تقدم من نفسه تقريبا، هل ده مخالف للبطولة يا كابتن وليد ولا مش مخالف؟ الله أعلم. طبعا أنا قريت وعارف إن أنا بقول إيه. الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام غير صحيح، مش هقول كذب لانه هنتظر رد حضرتك سواء عند كابتن ابراهيم فايق او عند كابتن شوبير او عند اي حد. ماميلودي سان داونز، الاهلي، الهلال، المريخ، هل الاربع فرق دول فيهم فريق سنغالي او نيجيري؟
ولا سنغالي ولا نيجيري. المجموعه الثانيه الرجاء ووفاق سطيف وامازولو وحوريه كوناكري. خلاص الاربع فرق دول هل فيهم سنغالي او نيجيري؟ لا يوجد فريق سنغالي او نيجيري. المجموعه سي الترجي، شباب رياض بلوزداد، النجم الساحلي جوانينج جالاكسي. هل المجموعه دي، ده بتسواني، جوانينج جالاكسي ده بتسواني بالمناسبه، المجموعه سي دي هل فيها فريق سنغالي او نيجيري؟ ما فيهاش فريق سنغالي او نيجيري. المجموعه دي الوداد الرياضي المغربي، بترو اتلتيكو، الزمالك، ساجرادا اسبرانسا. هل المجموعه دي فيها فريق سنغالي او نيجيري؟ انا اسف جدا ان انا بطول وبسال السؤال ده وبجاوب عليه، لا يوجد فريق سنغالي او نيجيري في المجموعات الاربع مجموعات في دور الثمانيه. فبالتالي يا كابتن وليد الكلام اللي حضرتك بتقوله هو كلام غير صحيح لحين اثبات عكسه. وعندما سئل الدكتور وليد العطار مره تانية عن تعمده اخفاء الخطاب قال احنا ملناش مصلحه في اخفاء الخطاب. طب بما ان حضرتك مالكش مصلحه، انا بتكلم كاتحاد كوره طبعا، طب الخطاب كان جاي في شهر يناير وباب التقديم لاستضافه الماتش اتفتح واتقفل والخطاب مستخبي، اشمعنى الخطاب طلع يوم 14 ابريل؟ اشمعنى؟ حاجه غريبه جدا. وعندما يسال دكتور وليد العطار واشمعنى لما بيراميدز طلب تنظيم، انا ما بحبش كلمه اشمعنى، ولكن لماذا عندما طلب بيراميدز طلب تنظيم نهائي الكونفدراليه وعرف منين؟ وهل الاتحاد المفروض اللي يبلغ الانديه ولا لا؟ قال اصل دي لائحه المسابقه والنادي لازم هو اللي يطلب التنظيم. اولا اتمنى ان يطلعنا الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم على اللائحة اللي بتقول هذا الكلام، لأن الكلام ده مش حقيقي ومش منطقي، وإلا ما كانتش السنغال ونيجيريا قدمت لتنظيم المباراة وهم ما لهمش ولا نادي في دور في دور الستاشر. الخلاصة في هذا الأمر أنا ما قدرتش أسكت الحقيقة، هل تعمد اتحاد كرة القدم إخفاء خطاب تنظيم نهائي دوري الأبطال عن النادي الأهلي؟ الإجابة كابتن وليد العطار قالها ولكن ما قالهاش، معلش أنا آسف إن أنا هقول هذه الكلمة، كابتن وليد العطار قالها وما قالهاش، قال إنه إحنا تعمدنا إن إحنا نخفي هذا الخطاب، ما قالوش طبعًا بالكلام. قال احنا تعمدنا ان احنا نخفي هذا الخطاب ولكن بطريقه، زي ما احنا المصريين كده ما يجوا يقول لك ايه احنا قلنا لك بالطريقه. هو قال يعني ان انا عايز الكابتن وليد، وجهه نظري انا ما اعرفش هي صحيحه ولا لا، دي وجهه نظر بقى، اللي انا بقوله ده وجهه نظر. الكابتن وليد عايز يقول ان انا ما اعرفش حاجه واتحاد كره القدم اللي موجود ده ملوش علاقه، هو بيقول كده. ولكن كل المعطيات اللي بتؤدي إلى النتائج بتقول أن كان هناك تعمد في إخفاء هذا الخطاب بدليل أنه هو لم يظهر إلا يوم 14 إبريل بعد إغلاق باب التقدم لاستضافة المباراة النهائية. وده ملوش غير تفسير واحد، تفسير واحد فقط، وهو منح فرق أخرى الفرصة والمساعدة في إحراز اللقب. أنا مش هقدر أقول غير كده لحين ما يتم إثبات العكس، لحين ما يتم إثبات العكس. لو حضرتك قدرت تثبت لي إن كل الكلام اللي أنا بقوله ده هم بيستنوا يوم ولا يومين وبعدين بيطلعوا يردوا على هذه التصريحات، أوكي ما عنديش مشكلة، ما تطلعوش يردوا عندي. على فكرة لو الكابتن وليد العطار، لو الكابتن وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم عايز يعمل مداخلة على قناة الأهلي ويرد على هذا الكلام اللي احنا بنسأله وبنقول، على فكرة قد يكون عندي معلومة خاطئة، ممكن جدا يكون عندي معلومة خاطئة، أنا متأكد من اللي أنا بقوله، أنا متأكد من اللي أنا بقوله. زي موضوع الكابتن عصام عبد الفتاح، لو تفتكروا كده من شهر قلت لكم حصل كذا وكذا 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 بالأسماء، وقلت الكابتن عصام يخش، وطبعا
ما دخلش. اتمنى ان الكابتن وليد العطار اللي انا بحترمه جدا زي ما بحترم الكابتن عصام يخش ويقول لي والله اسلام لا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غلط، انا عندي 1 2 3 4 هم دول الصح، واللائحه بتاعت 1 2 3 4 هيتفضل حطها في وشي، حطها في عينيا، ما عنديش مشكله خالص، هطلع اقول انا اسف جدا يا كابتن وليد، انتوا ناس زي الفل. في اكتر من كده على الهواء مباشره من استوديوهاتنا هنا، لو حضرتك يا كابتن وليد عايز تتفضل تشرفنا في البيت الكبير ما عنديش مشكله برضه. ليه؟ لانه انا يعني انا لا اقصد شيء بهذا الامر غير اثبات شيء واحد فقط، وهو انا عايز اعرف هو الجواب ده اختفى عن تعمد ولا لا؟ بس مين بقى اللي يثبت؟ انا اثبت، كابتن وليد يثبت، وزاره الشباب والرياضه تثبت، اي حد يثبت، انا هفضل اضغط لان جمهور النادي الاهلي يريد ان يعرف ويريد ان يعلم كل شيء حصل خلال الفتره السابقه. اتغلبنا اتغلبنا ماشي مفيش مشكله، عندنا 10 مش هنحط في دماغنا، عندنا 10 بطولات نقدر اقدر اقول اي حاجه وافتخر بفريقي، وانا كده كده بفتخر بفريقي على الحلوه والمره معاه، ولكن انا هفضل اضغط كل يوم عشان اعرف من هو الشخص او من يريد في اتحاد كره القدم من اول اصغر حد فيه لاكبر حد فيه، وكلهم زي ما حضراتكم تعلموا. وفي حد اقرب في مصر ليا من محمد بركات؟ هو في حد اقرب ليا من حازم امام؟ هو حد اقرب ليا من الحاج عامر حسين؟ الناس دي اخواتي واصدقائي واعرفهم من قبل الكوره. الحاج عامر ده انا اعرفه من قبل الكوره، حازم بركات زمايل عمر، زمايل غرفه واحده في المنتخب وفي الانديه. اللي هو حلمي مشهور ده يعني عمر وسنين مع بعض انا وهو. عمر كبير وسنين انا وهو مع بعض. استاذ خالد الدرندلي عمر وسنين مع بعض داخل النادي الاهلي. طب يعني لكن انا كل اللي انا عايزه وكل اللي انا اريده وجمهور النادي الاهلي عايزه هو ان احنا نعرف الحقيقه، لماذا تم اخفاء هذا الجواب من يوم 19 يناير من يوم 19 يناير وحتى يوم 14 ابريل؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه. حضرتك قلت يا كابتن وليد الكلام اللي انا بقوله ده كله غلط، انا اديني الاثباتات اللي بتقول اللي انا بقوله ده غلط. هو السنغال ونيجيريا عندهم فريق؟ يمكن اللي احنا شفناه ده غلط، يمكن دول مجموعه تانية غير المجموعات اللي احنا شفناها، او فرق تانية غير الفرق اللي احنا شفناها. اتمنى يمكن ما اعرفش مش عارف. عموما لو كانت مش دي الحقيقه ما كانش الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه شكل لجنه قانونيه عليا. السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه شكل لجنه قانونيه عليا، مش انا اللي بقول، هو طالع بيان من الوزاره بهذا الكلام، تضم المستشار طارق ابو زيد والمستشار محمد دياب والمستشار ضياء الدرجلي إلى جانب مدير الشؤون القانونية بالوزارة ومدير الهيئات ومدير الرقابة والمعايير للتحقيق في ملف خطاب الكاف بشأن تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا. من هنا هنبتدي نحط خط. من هنا هنبتدي نحط خط ونقول ننتظر ما هو قادم. ولكن لو لم يتم، أنا بتكلم على كابتن وليد العطار، بتكلم على اخواتي واصدقائي اللي موجودين في الاتحاد كلهم، اتمنى ان يخرج احد من اتحاد كره القدم ويقول لنا الحقيقه، يقول لنا يا جماعه احنا اخطانا في 1 2 3 او ما اخطاناش، كان عندنا لوائح بتقول كذا او لوائح بتقول كذا او كذا او كذا، او اسلام اللي اخطا ويجب ان يتم حسابه مثلا. يعني ما عنديش مشكله ان انا اتحاسب لو اخطات في شيء، ما عنديش مشكلة ان انا اتحاسب. ما نشوف، انا شخصيا لن اسكت عن هذا الامر، مش انا لوحدي، قناة النادي الاهلي لن تسكت عن هذا الامر، جمهور النادي الاهلي اللي كان السبب الرئيسي في تحريك كل هذه الامور، خدوا بالكم، جمهور الاهلي هو اللي حرك كل هذه الامور كالعادة.
هو ده الجمهور المحترم الواعي اللي عارف هو بيعمل ايه ونفسه في حاجه بس، لماذا تم اخفاء هذا الخطاب بس من يوم 19 يناير ل 14 ابريل؟ حد يطلع يقول لنا والله عشان 1 2 3 وشكرا. هننتظر ومش هنسكت وهنفضل نقول ونتكلم في هذا الامر. موسيماني في دوره الكاف برو عامل دوره اسمها الكاف برو بتتعمل لاول مره فين؟ في المغرب. انا الحقيقه هنا تعليق مختلف شويه لانه مختلف عن اللي بيدور في دماغ الناس. بعيدا عن مشاركه موسيماني، هو ليه ما فيش مدرب مصري مشارك في هذه الدوره؟ ولماذا لا يوجد مدرب مصري يسعى للحصول على رخصه كاف برو؟ لما دورت في الموضوع وسألت، عارفين ليه؟ عشان اتحاد كرة القدم المصري من 2018 تقريبا ما عملش دورات لمنح الرخصة ولا حتى فكر يتواصل مع الكاف عشان يعمل رخصة. هو ده مش ذنب المدربين قد ما هو ذنب اتحاد كرة القدم. يجب أن يكون هناك ترتيب لمثل هذه الأمور خلال الفترة القادمة. فبعد رحيل فنجادة لا يوجد مدير فني للاتحاد، وبالتالي محدش بيتكلم في مثل هذه الأمور. من كام يوم بالمناسبة الاتحاد أعلن أنه بيستضيف دورة الفيفا للمديرين الفنيين للاتحادات، وإحنا اتحاد مستضيفين هذه الدورة وما عندناش مدير فني أصلا للاتحاد. وما فيش سبب الحقيقة لتأخير إعلان اسم هذا مدير فني لاتحاد كرة القدم. ما تجيب حد، عندنا كوادر كتيرة جدا سواء شابة أو خبرات تقدر تتكلم وناس معاهم أعلى رخص وكل اللي انت عايزه تلاقيه سواء مصري أجنبي زي ما انت عايز وبعد كده نتحاسب. لكن هو انت لغاية دلوقتي انتوا مأخرين الموضوع ده ليه؟ عندك اهو هاني رمزي ده قيمة كبيرة جدا 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 وياما شفنا محمد عبد العظيم، عشان ما حدش يقول لك ده بيشتغل في قناه الاهلي واهلاء وبتاع، لا كابتن محمد عبد العظيم اهو راجل كبير جدا وواحد من اعلى الرخص في تدريب في العالم. ف واسماء كبيره جدا جدا، لو عايز تخش بقى للناس الكبار الخبرات كابتن حلمي طولان، كابتن عمرو ابو المجد، اسماء كبيره جدا جدا جدا، الكابتن فتحي نصير، الناس دي اتعلمنا منها كل شيء كل شيء. هذه الأسماء الكبيرة جدا. وانتوا ليه يا جماعة مستنيين لغاية دلوقتي؟ أنا سمعت قريت تصريح لكابتن محمد بركات عضو اتحاد كرة القدم من أسبوع 10 أو من كام يوم 3-4 أيام قبل مباراة المنتخب، قال إن شاء الله في اجتماع مجلس الإدارة اللي جاي هنختار اتحاد أو مدير فني للاتحاد ومدير فني للمنتخب الأولمبي. أتمنى إن ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، لأنه اتحاد كرة القدم لازم يبقى رتمه أسرع من كده شوية، لازم يصحصح معانا شويه. مش لازم تبقوا لابسين الكرافتات، طبعا كلنا نفسنا نبقى شيك دايما وكل حاجه، لكن نفسنا كده الامور تمشي وتتحرك شويه. هنقف في ظهر كل الناس وهنقف معاكم وهنقف في ظهركم وهنقول قد ايه انتوا عاملين شغل كويس لما يتعمل شغل كويس. يعني حتى الاتحاد كره القدم ما فكرش حتى الان ان هو يعلن عن دورات اخرى. ليه ما فكرش ان هو يجيب دوره الكاف برودي عنده؟ عشان يكون عندنا مدربين مصريين يروحوا. طب حتى ما وداش الناس للمغرب، حتى لو على يعني حتى لو على حساب المدربين الشخصي، حتى الاتحاد ما اعلنش، لم يعلن. مفيش غير موسيماني وشويه مدربين مغاربه، حسين عموته ووليد الركراكي ومدرب نهضه بركان فلوران بينيجي الكونغولي. وخلي بال حضراتكم ده استنساخ لتجربه بيتسو موسيماني في نهضه بركان. واضح ان المغرب عامله شغل عالي في الكاف. واضح. على ذكر الكاف، على فكره انا ما بقولش حاجه، انا بقول ان ده شغل كويس. يجب ان يكون ليك ظهر في الكاف. استاذ جمال علام وبقيه ولده استاذ خالد درندلي وبقيه الاعضاء اللي موجودين، من فضل حضراتكم حاولوا نتواجد بكوادر مصرية في الكاف،
لانه القادم صعب جدا 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 جدا، لانه هناك البعض بيحاول ان هو يلف الاتحاد الافريقي كده ويحطه في جيبه. فحاجات غريبه جدا جدا بتحصل خلال هذه الفتره، اتمنى ان هي تنتهي ان شاء الله ونشوف ايه اللي هيحصل. على ذكر الكاف، معلش دي حاجه كده جت في دماغي، الانديه بتتكلم اليومين دول على رخص المشاركه ومش رخص المشاركه والكلام ده كله. تم توجيه الشكر للاستاذ هاني، المهندس هاني بوريده، لانه من احد الانديه يعني نظبط له موضوع الرخص رغم المشاكل اللي عنده والقضايا اللي فيها احكام نهائيه من المحكمه الرياضيه الدوليه والفيفا والديون وما الى ذلك. واتحاد كره القدم يا ريت تصحصحهم، وده اللي انا بقوله، ان اتحاد كره القدم ماشي على مهله قوي. هو ده معناه ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ يعني هي لجنه التراخيص في اتحاد كره القدم دورها فين؟ هل الموضوع بيتظبط من ورا الكاميرات يعني من بره بره ولا ايه؟ اتمنى ان الفرق المصريه كلها يبقى عندها رخصه، بس هي بتبقى ستيبس او بتبقى خطوات، الخطوه الاولى كذا، الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، عندما تصل للنهايه لا يجب ان انت يكون عليك مليم للاتحاد الدولي او للاتحاد الافريقي او غرامات. فالموضوع هيبدا منين؟ من الاتحاد المصري لكره القدم. عمرنا ما بنبدا من الاخر ونرجع. فالحاجات الواحد بيسمع النهارده، انا سمعت 3-4 تصريحات، حاجات غريبه جدا جدا. اتمنى ان هي على فكره، اتمنى ان الكلام اللي انا بقوله ده يتم تطبيقه على النادي الاهلي. لو النادي الاهلي عنده مشكله قولوا لنا ان النادي الاهلي عنده مشكله، نحاول مع كابتن مع المجلس الاداره. ولكن الاهلي هو اول من طبق شروط الرخصه من 2013 14 تقريبا، من كام سنه، شروط الفيفا كمان مش الكاف. عشان كده انا بتكلم وانا قلبي جامد، انا بتكلم وانا قلبي جامد، لاني انا رجل مش انا نادي الاهلي ملتزم بكل القوانين وكل اللوائح، عليا فلوس لحد بروح ادفعها، عنده اداره مختصه بملف التراخيص، تراخيص كره القدم يعني. ف معرفش الحقيقه، الواحد النهارده بتسمع تصريحات تخليك وانت كده، يا جماعه انا مش عايزك، انا عايز اتكلم النادي الاهلي، و تيجي تلاقي نفسك الناس بتدخلك في مواويل مش بتاعتك، مش بتاعه النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي ابعد ما يكون. زي ما اتقال النهارده او دايما بيتقال ان النادي الاهلي في حته اداريا ورياضيا وكل شيء، وبقية الأندية المصرية والإفريقية في مكان آخر. أتمنى أن الكل يحزو حزو النادي الأهلي ويبص للنادي الأهلي كده، شوف النادي الأهلي بيعمل إيه، ونحاول نقرب من اللي بيعمله نادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع ونتكلم عن أخبارنا، أخبار البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن محمود الخطيب يستقبل عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الشقيق. استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي صباح اليوم الكابتن عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق، وذلك بمقر النادي بالجزيره. الكابتن محمود كان حريص على الترحيب برئيس نادي وفاق سطيف، وذلك في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي والمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها. وعقد الكابتن محمود جلسة ودية مع رئيس نادي وفاق سطيف، تبادل خلالها وجهات النظر وبحث سبل التعاون المشتركة وتعميق العلاقات الرياضية بين الناديين في الفترة المقبلة. وعقب الجلسة اصطحب الكابتن خطيب رئيس نادي وفاق سطيف في جولة تفقدية تضمنت دولاب البطولات التاريخية وحمام السباحة والنصب التذكاري للشهداء وصالة الأمير عبد الله الفيصل وملعب التتش بالجزيرة وقطاع كرة القدم. وكان الكابتن محمود الخطيب حريص على إهداء رئيس نادي وفاق سطيف درع وعلم وقميص النادي في ختام الزيارة، تعبيرا عن التقدير المتبادل بينهما
والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية منها على وجه الخصوص. أيضا الكابتن محمود الخطيب بيهدي رئيس وفاق سطيف قميص الشناوي خلال هذه الزيارة. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أهدى كابتن عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق قميص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس نادي وفاق سطيف لمقر الأهلي بالجزيرة صباح اليوم. وحرص الكابتن الخطيب على إهداء رئيس وفاق سطيف قميص الشناوي تلبية لرغبة نجله بعدما أخبره سرار بمدى إعجابه بحارس الأهلي كابتن محمد الشناوي. طيب يعني الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين النادي الأهلي بيواصل الحقيقة سلسلة علاقات النادي الأهلي الرائعة والجيدة مع كل الأندية، مع كل الأندية، نادي الوداد، نادي وفاق سطيف، كل الأندية الحقيقة، هناك رجاء، كل الأندية، التوانسة، المغاربة، الجزائرية، الأندية الجزائرية، الأندية في جنوب أفريقيا، عندنا الحقيقة علاقات طيبة وعلاقات كبيرة جدا جدا ومحترمة، وستظل دائما هذه العلاقات المحترمة بغض النظر عن أي أمور أخرى قد تعكر صفو هذه العلاقات. النهارده في مباراة كانت مذاعة مباشرة على شاشة قناة الأهلي، الأهلي بيفوز على الدفاع الجوي بخماسية وديا. نادي الأهلي حقق فوزا كبيرا بنتيجة 5 أهداف دون مقابل على فريق الدفاع الجوي في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين اليوم في إطار الاستعداد للمباريات القادمة. أهداف المباراة: زياد طارق، كريم فؤاد، حسام حسن جاب جونين، ومحمد أشرف. الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم فؤاد، محمد هاني. خط الوسط: محمد محمود، أحمد نبيل كوكا، وزياد طارق، وصلاح محسن. أما خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن. جلس على مقاعد البدلاء مصطفى شوبير، حمزة علاء، أحمد سيد عبد النبي، ومحمد فخري، ومحمد أشرف، ومحمد نصير، وأحمد عبد القادر، ووليد سليمان، وحسين الشحات. طيب بعثة منتخبنا الوطني تصل ملاوي استعدادا لمواجهة أثيوبيا. وصلت مطار ملاوي في 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب إثيوبيا بعد غد في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. رحلة المنتخب استغرقت 8 ساعات إلى ملاوي، حيث أقلعت طائرة المنتخب الخاصة من القاهرة في 1 ظهر اليوم في طريقها إلى ملاوي، وكانت قد أظهرت نتائج المساحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا التي أجراها منتخب مصر سلبية جميع عينات أعضاء المنتخب. هي نزلة برد تمنع ياسر إبراهيم من السفر مع المنتخب. ياسر إبراهيم كان من المفترض أن يكون مع بعثة منتخبنا الوطني، ولكن نزلة برد شديدة جدا منعته من السفر مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى ملاوي لمواجهة منتخب إثيوبيا رغم سلبية مسحة كورونا الخاصة باللاعب. الجهاز الفني قرر بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة كابتن محمد أبو العلا استكمال كابتن محمد عبد المنعم تأهيله في القاهرة. إذن محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد صلاح، تريزيجيه خارج المنتخب، وتم استدعاء باهر المحمدي ثم باهر المحمدي وأحمد رفعت. طيب دي كانت فقرتنا الإخبارية، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أستاذ جمال الزهيري والأستاذ عصام شلتوت في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب باساتذتنا الكبار في النقد الرياضي. استاذ جمال الزهيري، ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن، بركي كله تمام؟ ايضا استاذنا الاستاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خليني ابدا مع حضراتكم
والقضية اللي بتشغل بال كل الأهلوية، لماذا تم إخفاء جواب من 19 يناير وحتى 14/4؟ وخرج الأستاذ الدكتور وليد العطار المتحدث الرسمي المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وقال إن هو لم يتم إخفائه، وإن نادي بيراميدز في البطولة الكونفدرالية طلب أن ينظم النهائي، وبالتالي بعتنا هذا الجواب. النادي الأهلي لم يطلب، على الرغم من أن الاتحاد السنغالي طلب والاتحاد النيجيري طلب تنظيم هذه البطولة، وما كانش عنده فرق أساسا في البطولة. الموضوع واضح يعني خطأ. يعني أصوية إجابة، عارف الإجابة زي أوائل الطلبة زمان نعمل كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة طبعا ما ينفعش يقولوا لنا كده في الوقت اللي معروف أن الاتحادات والاتحادات فقط هي التي تطلب. والدليل قلنا بدل المرة مليون يا أستاذ جمال يا كابتن إسلام، إنه لازم تكون أنت عندك استعداد تروج لبلادك، تحط منشآت بلادك في الجمهورية الثانية في هذا الجهد المبذول من منشآت رياضية، تعيد زهو استاد القاهرة في أقل تقدير، وبالتالي بدل ما شفنا كده منتخب مصر بيلعب بثلاث تنفار كان عليهم إن هم يروجوا للصناعة، وبالتالي الكلام واضح وصريح يعني مش محتاج نستنزف فيه. لا هو فندم ليست عمل أندية ولا شأن للأندية خالص نهائي. حضرتك تعلم جيدا في اللوائح، ودايما بتكلمني باللوائح بالظبط، وحضرتك نفس الكلام يا استاذ جمال، لكن قد يكون انا عارف على فكره قريت اللائحه، بس انا بسال قد يكون هناك حاجه في اللائحه تقول ان مثلا الكلام اللي بيقوله كابتن وليد ده صحيح ولا لا؟ هو اصلا الاول قالوا الترجمه ومش هنعملها كده تاني، واحنا اسفين يا مصر، وظبطنا الراجل المترجم اللي طلع مش مترجم، وجبنا اتنين مترجمين اخر حلاوه. أني حاجة فيهم بقى أستاذ جمال؟ ما عنديش إضافة الحقيقة. يعني ضيف أو بين اللي ضيف الكورة يعني. الصبح لا أنا إيهاب الكومي قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الصبح في مكالمة تليفونية في أحد البرامج في الراديو في الشباب اللي هي فصل 12 الصبح 12 فصلنا بالليل، أستاذ محمد أبو الوافع عضو مجلس إدارة الاتحاد قال غير صحيح مع الكابتن شوبير، قال كده بالظبط غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. لا ده الموضوع انا الحقيقه ما بقتش فاهم. لا الموضوع مليان لخبطه بصراحه وده يدل على انه الاتحاد مرتبك، اتحاد الكره مرتبك ومش عارف يخرج من انت عارف، لو اعترف بان في ازمه برافو عليك، لو اعترف، وعلى فكره مش عيب قوي يعني ولا فضيحه لما يقول احنا غلطنا وفي ازمه بالظبط، انما كل يوم في قصة جديدة بتطلع لدرجة انه الناس بقت تلومنا. يعني انا اما كتبت على قريت خبر انه فصل 12/1 بناء على المكالمة اللي هي اجراها دكتور ايهاب الكومي الشباب والرياضة دكتور ايهاب الكومي مع ايهاب الكومي دكتور ايهاب، وكان موجود زملائنا هاني عبد الصبور وعوني نافع كانوا موجودين في الاستوديو. وفعلا رحت كاتب ان في خبر كذا، وبعدين في خبر تاني ينفي ان هناك 12/1 اتفصل. الناس عارفه، فانا قلت عايز خبر تالت اعرف منه مين الحقيقه لان في خبرين ضد بعض صح، وهنا عضو مجلس اداره رسمي وهنا عضو مجلس اداره وهنا عضو مجلس اداره. ولما كابتن شوبير استضاف الاستاذ محمد ابو الوفا، الراجل انا ما اعرفش بصراحه مع كل احترامي ليه ازاي وافق انه يطلع المداخله وهو ليس على علم ولا ملم. برافو عليك يا استاذ جمال بكافه الابعاد، هي دي النقطه، لدرجه انه قال انا والله ما اقدرش اجاوبك لاني ما اعرفش ان في جواب. طب ازاي؟ وبعدين هنرجع بقى للموضوع، خلاص قلنا الجواب اللي عاملين ندور عليه كانه في بلد تانية، ده الجواب ده يعني وزاره الشباب والرياضه زي ما قال الدكتور اشرف صبحي شكل لجنة قانونية عليا لبحث هذا الأمر، وحتى الآن لم تعلن النتائج. لكن اللي أنا عايز أقوله ده لسه امبارح اللجنة تشكيل امبارح، لا إن هناك خطاب اللي حضرتك كشفت عنه امبارح والناس اتكلمت، ناس كتيرة يعني اللي هو خطاب الخمس بطولات وخطاب السبع بطولات ده برضو يدل دلالة قاطعة على إن جه الجواب من الاتحاد الأفريقي وحد مرره بطريقه معينه مسح بندين. ايوه يعني انت يعقل
انك تطلب تنظيم بطوله اللي هي رقم 2 في القاره ولا تطلب تنظيم البطوله رقم 1. لا يا فندم، قبل بقى ما حضرتك تقول الكلام ده، صح هو كلام مظبوط، ولكن قبل ما حضراتكم تكملوا في هذا الامر، الخطاب جه 19 يناير. ايوه. طلع يوم كام الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ 14/4. 14 ابريل طبعا، يعني بعد 4 شهور. ثلاث شهور. لا، وفي في معلومه ثانيه برضو انا يعني سمعتها على لسان الدكتور وليد، ان هو بيقول احنا بعتنا 6 جوابات لكاف و6 زيهم لفيفا. امتى؟ بعد ابريل. بعد ابريل، بعد ما الاهلي فجر يعني المسكرة. بعد ما زي ما بيقولوا الفاس وقعت في الراس والدنيا خلاص، وجات تقول انا معاك بعد الموضوع 12 ده. جواب طبعا لا يمكن هيبقى في رد على هذه الخطابات، لان الموضوع عدى. يعني انا مش عايز اقول استاذ جمال، الموضوع واضح وصريح. هناك كلنا يا استاذ عصام، هناك من عمل تسويه مع لقجع وقال له ناخد الكونفدراليه عشان دول اصحابنا وما ناخدش ابطال الدوري، ولا خد دي ولا خد دي، وتصرف. ما هو خدش دي ولا دي، المراد اخذ الكونفدراليه ليه خرج. ما هو القصه ما كملتش. الله يا جماعه، هو مين اللي قال؟ كابتن عصام، ده كلام مين؟ ليه القضيه دلوقتي اتحولت لاننا بس بندور على الجواب؟ يعني ايه ده؟ يعني ده مش موجود الف ب اداره. التدوير على الجواب عشان الاهلي مش احنا بيعه. انا بتكلم الاهلي تم بيعه من الاهلي. أيوة، القضيه دلوقتي اصبحت انه في ناس جوانا، جوه الكره المصريه بيعانا. بيعانا ناس جوانا وبعيش. عايز واحده اطلاقا كمان. يخرج السيد وليد العطار ليؤكد انه تم الاتفاق مع حكام اجانب لمباراه القمه وانتهت القصه ومن التوب فايف. يخرج كابتن عصام عبد الفتاح. دي قصه ثانيه. اخر النهار ما تعرفش ايه حكايه الورديه دي، ناس الصبح وناس اخر النهار، عشان يقول اطلاقا لم يحدث، لازلنا في مرحله التفاوض. موافق. ايه حكايه التفاوض دي؟ يعني انت بتفاوضهم على ايه بالظبط؟ يجوا بأني تيشيرتات؟ انت بتفاوضهم على ايه بالظبط؟ لا يا استاذ عصام، هي الموضوع مش التفاوض كمان. قالها كده. لا انا عارف، انا متصدق. انا عارف طبعا، لكن انا بسال في حاجه ثانيه. هو في حاجه اسمها ان انا استاذ عصام يطلع الصبح يقول حاجه، يقول ابيض الدنيا بيضاء والدنيا حلوه وكل حاجه في اتحاد الكره مثلا وكذا وكذا وكذا، وبعدين استاذ جمال اللي هو عضو معاك في كل حاجه يطلع بالليل يقول لا يا جماعه مين اللي قال ان الدنيا بيضاء؟ ده بينفي الكلام هو كابتن. مين اللي قال ان الدنيا بيضاء؟ ده الدنيا سودا سودا سودا. انا مثلا والاستاذ عصام لو شغالين ورديتين في اتحاد الكوره، انا او هو، لو انا شغال ورديه الصباحيه قبل ما بمشي هقول له، بقول له يا استاذ عصام اهو قال لك بص في ورقه اهي بالليل دي على راس الاوراق اللي عندك، ده الف ب دي المواضيع المهمه. لكن فعلا هذا يثبت ان هناك سوء نيه متعمد. الله ينور عليك، هو ده اللي احنا مش عايزه يعني افصال ولا بصراحه. طب لماذا لا يخرج علينا اي حد من اتحاد كره القدم ويقول لنا يا جماعه احنا اخطانا في ان احنا جاب مثلا جه واتحط في درج وما اتعملش، عارف اخطر وان عصام شلتوت هو السبب مثلا، يعني عارف الاخطر، او اسلام الشاطر هو السبب، عارف الاخطر. يا كابتن كبش فدا ويخلص. لا، عارف الاخطر، تيجي حتى في افلام السينما عادي يعني. اخطر ما في الموضوع، اتفضل، في فرضيه اتقالت انه ممكن يكون دكتور وليد العطار لم يعلم شيء عن الجواب. لا لا لا، لا دي قصه ثانيه، فرضيه اتقالت دي. لو حصلت، ما فرضيه بمعنى ايه؟ حد بيقول بقى ما احنا في عصر ايه، تفسيرات وتوقعات. يبقى قالوا له العب الدور اللي هو بيتضرب بدل البطل، فالراجل رفض. يعني ممكن يكون الفرضيه دي. لا ده انا بقول لك حاجه عليه. طب شيل انت، يعني هو ممكن حضرتك تقصد معناه ان في ده جواب. هو اولا في حاجه اسمها ايميل اللي انا اعرفه، يعني انا مثلا لما بطلب حاجه رسمي بتجي لي، هو الجواب يعني جه بالميل ويطبع. طب يا فندم ماشي، ايوه. لا الميل ده في نص الليل، الميل في نص الليل. حتى لو في نص الليل يا فندم، انا مش بصحى الصبح. لا لا لا، تفتح الورديه بتاع نص الليل، تبلغ الورديه الصباحيه مثلا الشيفت، يعني بان والله انتوا عندكم جواب. على فكره ده اللي احنا اتعلمناه في الاداره، ان انت أيوة. في شيفت هنا بيخلص بيقول الشيفت اللي بعده والله انا كان عندي بالليل الاستاذ عصام والاستاذ جمال، ما تجيبهمش الصبح مثلا. لا، وفي من الاساسيات ما يبقاش عندي جوابات بهذه الاهميه واقفل عليه الكمبيوتر بتاعي مثلا. ده لازم يكون على
جهاز او على مكان في المتناول. وبعدين اللي طب انا ممكن اسال حضراتكم سؤال؟ طب وبعدين يا فندم؟ شوف بقى المعالجه. اتفضل. المعالجه تبقى ايه؟ هو جه الاستاذ اسامه انه السيد جمال علام وبرضه اعلنوها النهارده. يعمل لجنه مراقبه في مكتبه عشان يبقى عارف كل حاجه فتكتشف. يعني ايه لجنه مراقبه في مكتبه؟ يعني اي حاجه تيجي فكرني الاستاذ جمال بيقول ما يتقفلش عليه جهاز واحد يعني يتكوت. يبقى في عنده ايه ياخد ماسوره من الكمبيوتر ده لكمبيوتر في مكتبه عشان اللي هي سي سي واصله يعني واصله ياخد واصله واخد بالك على اساس يعني ايه سي 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 يروح عاملنا واخد هو ده بقى جزء مراقب عشان ما حدش يعملها معاه تاني. فتكتشف ايضا ان اعضاء مجلس الاداره في همهمات كده يقول لك ايه اصل والله لما بيتعرض فالاستاذ جمال بياخد قرار ويوقعه والشغل يمشي بيه وبعدين يقول لنا لما نتجمع. لا لا انا نفسي اعرف اجابه على السؤال. انت جاي لك 7 طلبات وديت 5 ليه؟ ازاي يبقوا 5؟ ومين هو العبقري اللي اختار الخمسة واستبعد 2؟ ما هو يعني حد عمل كده؟ استنى يعني هي دي مش تساؤل مشروع نعرف ايه لو انا استبعد بند واحد بس يا باشا انت جاوبت بتحوله ابطال الدوري مفيش بند تاني. اصل ده رد على ايه يا استاذ عصام يا كابتن اسلام؟ ده رد على اللي بيقول لك انه النادي مفروض يسال. النادي مش هيسال وانا وانا يعني يعني مش وانا اعرف منين يقول لهم ايه ان انت جايلك جواب اكتر من ان هم عليهم بكل يقين ان يحترموا الراي العام والشارع المصري ويطلعوا يقولوا بس كده في اي صفحه من صفحات لوائح الكاف ان النادي هو الذي يطلب ويقولوا لنا ازاي السنغال وكابتن اسلام قالها ونيجيريا كانوا مقدمين وليس لديهم. على فكره مش انا اللي قلت السنغال ونيجيريا ده انا كل ده جايبه من على الصفحه الرسميه للاتحاد. ده اللي انا بقوله يعني حضرتك عرضتها عرضتها احنا ما هو ده دليل على ايه؟ على انه في حد اخفى هذا الامر واضحه. طب مش محتاجة. وبعدين يا استاذ عصام ما هو يعني انا اقصد يا استاذ جمال احنا طب احنا بقى لنا اسبوع وبعدين يا كابتن اسلام وبعدين على النادي الاهلي ان يقود منظومه اللي هي الانديه حيث ان الرابطه ايضا انا مش عارف هي بتعمل ايه بالظبط او فاضيه لايه بالظبط محدش يزعل مني يعني ده هذا رايي على الاقل رأيك. وبالتالي على النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي ان يبين مش بالدليل بقى بواحد 2 3 4 ولا يريد ادله يعني محدش طالب منه ادله لان الموضوع مدلل على نفسه يكشف هو الاتحادات في العالم هي كده والجزء الاخر هو سيستم اي اتحاد في الدنيا بيتشكل من ايه من لجنه كذا ورابطه كذا معلش هيتعبوا شويه في التحضير ده ومن ثم كل المقاعد في المؤتمر والا فالمؤتمر محكوم عليه بانه يبقى داخلي ويبقى كما صفر المونديال الله يرحمك كابتن سياجي ويدي الصحه الاخرين قال لك خلاص كده اسوان كلها مقتنعه كده وكان احنا بنروج لمونديال وكانوا بيروجوها جوه مصر فاحنا بالتالي محتاجين كل الصفوف وانا بزعم انه ان شاء الله لو لينا نصيب من اهل الدنيا اروح اذا ما لمحت مراسل لصحيفه اجنبيه او وكاله انباء عالميه ساخلي مقعدي فورا واجيب له ورق وقلم انا عارف طبعا انه كله يعني تكنولوجي بس برضه عشان يحس انه ايه صحفة. مع اتحاد الكوره اروح جايب له مش مصر لا مصر عندنا كل حاجه لكن عشان يحس ان الموضوع فيه اتحاد الكوره اول ما تدي له ورق وقلم يكتب على قديم ويعرف ان بنتكلم على اتحاد الكوره وبالتالي لابد لهؤلاء ومحطات التلفزيون وكلها ممثله هنا وانا بقول لابد من التواصل مع الصديق والزميل نقيبنا والذي يتولى مسؤوليه ايضا في الاستعلامات انه يدعو لحضور المؤتمر كل المراسلين الاجانب مصر في الجمهوريه الثانيه النادي الاهلي الذي تزعم دائما حركه التغيير مش هقول التطهير هنقول التطوير عليه ان يقدم هذا للمجتمع الكروي المصري باذن الله يوم السبت ما دون ذلك يا جماعه يبقى بنتكلم بطريقه صفر المونديال. تمام ده راي الاستاذ عصام يا استاذ جمال راي حضرتك. انا رايي انه الهدف مما يفعله النادي الاهلي هو عدم تكرار مثل هذه الاخطاء. خلاص اللي حصل حصل وتحمل الاهلي ودفع الفاتوره صح هو الاهلي هو اللي ضحيه لهذا الامر لكن احنا ليه الاهلي لغايه دلوقتي بيتكلم في الموضوع زي ما حضرتك بتقول في برنامجك
الاهلي مش لا هو شكاي، ما هو الاهلي لا شكاي ولا بكاي. انا عمري ما بقول كده، انا لا بقول ان انا بتريق على الناس اللي بتتريق. هذا انت بتتريق على مش بتريق، بقول ان ده غلط على من يتهم الاهلي بان هو يعني يا اخي انتوا خسرتوا بطوله مش خلاص بقى. هي الفكره مش فكره بطوله، هي الفكره انه كيف خسرت البطوله، ومن الممكن ان يحدث ده بعد كده. ايوه لا ازاي، هو انت لو خسرتها عادي واخدت بالاسباب انت فنيا وحش هتقول ان انت فنيا وحش، خلاص وايه المشكله؟ ما انت خسرت بطوله مش قضيه، وعندك بطولات كتير. لكن يا سيد الفاضل ما احنا في ظل كل ده قلنا برضو كان ينقصنا الكثير في ال 90 دقيقه. ما حدش قال على فكره ان الاهلي كان عظيم وان الاهلي كان بركز، وده احترامنا للشارع المصري. انا بركز على الجزئيه ليه؟ حضرتك ما انت حضرتك معانا في القصه، انا بحط خطوط فيها ان هو ايه القصه، لماذا الاهلي لغايه النهارده واقف على رجل هو وجماهيره عشان ياكدوا. اصل في ناس يقول لك خلاص بقى الجواب ومش الجواب، لا مش خلاص، حصل بشكل متعمد وبشكل يسيء للإدارة الكروية. يعني النهاردة الدولة المصرية بتعمل كل المنشآت الرياضية اللي موجودة دي، وفي الآخر نضيعها بشوية إدارات هاوية ما بتعرفش تتعامل. يعني النهاردة الدولة عاملة استاد مصر، مدينة رياضية، مدينة رياضية أولمبية، ايوه، وباهتمام من السيد الرئيس شخصيا. نعم، وهو اللي بيشرف على هذا الامر بنفسه. نعم، وبعدين اجي انا على مستوى العمل الاداري واضيع كل المجهودات دي. يعني يا استاذ جمال في وقت كانت قوتنا الناعمه دي، وان شاء الله يرجع، بس هو محتاج قرار دوله فعلا، واحنا بنناشد الدوله في ظل اللي بيحصل ده ان تضع يدها بقى، لان لما حطت ايدها في ايفنتات كتيره كانت عالمية 2019 كرة القدم، مونديال اليد الحقيقة، وبينهم كتير قوي 102 بطولة الحقيقة. بس احنا مش لازم نلقي بالمسؤولية. لا 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 لا، ده انا مش بقول عليك، معلش، انا بقول مسؤولية على لا التواكل. استاذ جمال انا المفروض في الموقع استاذ جمال اقوم بعمل ان الناس دي تيجي وتستعيد فكرة انك تؤهل ناس، زي ما كان السيد محمد احمد رحمة الله لما موظف في اي اتحاد افريقي يقول عايز اجي مصر اتعالج، بيقولوا له الرد من ايام الجوابات اللي بتتكتب، ايوه، انت وقبيلتك وشارعكوا والعمده بتاع مدينتك تيجوا. مش بنيجي بقى اللي عايز حاجه نسمسر عليه واللي عايز تذاكر نبيعها له سوق سودا. لابد من عوده ده. مصر في افريقيا يلزم هذه القوى الناعمه اذا كانوا يفقهون. قول لي مين فيهم كان مقدر يعني ايه رؤساء الاتحادات هيجوا ورؤساء الانديه الكبرى والسيد انفنتينو، وتقول له بقى ايه؟ تقول له انه سيكون تدشين لملعب كره القدم بالمدينه الرياضيه الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده. اذا لم يكن مؤهل يعني للعب فورا، يا سيدي يتدرب فيه الاهلي ويتدرب فيه الوداد. يا شفت الدنيا كلها كانت هتتصور العاصمه الاداريه الجديده ازاي يا كابتن اسلام؟ لكن ما حدش شغال للبلد دي، وكل واحد يطلع يقول لنا انا متطوع. يا اخي زهقنا تطوع. بناشد السيد الوزير المحترم دكتور اشرف صبحي اللي هو على مسافه واحده من كل الانديه ومن كل الاتحادات، ان هو يطلعوا لنا تقرير نهائي بهذا الامر. هو دكتور اشرف عمل عليه؟ ايوه. لا هو عمل ايه؟ هو الحقيقه بعد ما الاول عشان انا يعني كنت معه في يعني محادثه هاتفيه من ايام ان هو بيقول كان الانديه تشوق، قلت له يا فندم اللائحه، قال لي ليس لدينا لائحة، ده مش تخصصنا، لكن تخصصنا أن نكون موجودين، وعلشان كده أنا بقاعد هو ده من أول الحد التدخل في إيه؟ قال يبقوا موجودين زي ما حضرتك قلت، علشان كده برئت الوزارة بين أنها تكون كانت في الديل ده. الوزارة بالزبط. الوزارة المفروض أنها ممثلة للدولة طبعا، ما الراجل قال هنبقى جوه الموضوع بالرقابة. أي ضرر يلحق بالمنتخبات والاتحادات والأندية هي في اختصاص صميم اختصاص الدولة. جمال هو فوز النادي الأهلي ببطولة دوري الأبطال أكيد طبعا المرة الثالثة على التوالي في حدث تاريخي ما بيحصلش، كان أول مرة يحصل. لا لا طبعا بيفرق جامد جدا. مش لبلدك ولا ما أنا عشان كده بقول إنه أساس اهتمامات الدولة هي معالجة وزارة الرياضة. لو اللجنة الأولمبية فيها مشاكل من يتدخل؟
الوزارة. الوزارة لو في أي مخالفات إدارية الوزارة أو مالية الوزارة، الوزارة هي اللي بتتدخل. فنرجو حتى يعني نبقى وصلنا لحاجة بعد كل الكلام ده أن يتم إعلان نتيجة التفتيش اللي قامت بيه لجنة وزارة الشباب. وعدنا بذلك. وكمان في حاجة، بما أنك قلت المنتخبات، هل يعقل أن منتخب رايح يلعب مع أثيوبيا في ملاوي يسافر خمس أعضاء، حتى لو الطيارة واحد مدهلنا هدية، خمس أعضاء مجلس إدارة يعني؟ هل يعقل حتى لو الطيارة مدهلنا؟ يجوز على نفقتهم الشخصية يا عم، الطيارة خاصة يعني جايز. يعني يا سيدي ما هو هنا برضه عشان ما يقولكش الطيارة خاصة، أربعة يا سيدي تمام. لا أربعة غير خمسة. صح، على اساس بقى دي ورديه. لا ما انت قلت بدل خمسه وسبعه. انا بقول لحضرتك يعني ده اسمه ايه؟ ما فيش حد عنده حاجه هنا بيتابعها عنده. لا قد يكون برضه، خليني اخد انا بقى النظر من الناحيه الثانيه، قد يكون دعم. يقول لك انا مسافر باكبر عدد عشان ما يقولكش ان الناس كلها بتهرب مثلا. او اول ماتش خارجي للكابتن ايهاب جلال. لانه الحقيقه الكلام اللي داير بالنسبه، كنت هاجي لكم في الجزء الثاني في المنتخب، لكن بما انك فتحته الكلام اللي داير، يقول لك يا اسطى هو محمد صلاح تعبان. في لعيبه خدت اجازات بعد اذنك. في لعيبه ادوها اجازات على فكره. مفيش مشكله، بس يقولوا اجازه. بالظبط كده، على فكره ما يقولش ثبت بالكشف على فلان انه عضلته تحتاج يومين في الغردقه. ما ده ما ينفعش. لا غير محمد، انا بتكلم بشكل عام كمان. ما انا بقولش على محمد أي بس حد. اي حد عايز محمد صلاح ياخد على فكره طبعا. مدير الفني للمنتخب هو الوحيد صاحب القرار، هو صاحب القرار، صاحب يرى القرار. ان عصام شرطه. لا بس احنا اصحاب وجهات نظر برضو طبعا. واصحاب راي يا كابتن طبعا. لا ده راي، ما هو انت في الاخر جاي مأجر من مصر فريق عشان يتصرف. بعد اذنك يا استاذ عصام، اللي يحكم القاعده اللي حضرتك اكدته انه يخرج للراي العام بما لديه، ساعتها هو حر. هو ده انا كنت هكمل كلامي كده. الله ينور يا كابتن. لا هي دي والله. الله ده انا عايز اقول لك الله ينور. هو يا جماعه انا صاحب، انا ايهاب جلال انا صاحب قرار والله. لا عصام انا هدي له اجازه بس وحقه. وجمال مصاب واسلام تعبان مثلا. رؤية كده. انا في الاخر بعد اذنك انا اللي هتحاسب اخر بعد يوم الخميس الساعه 8:30 بالليل. انا اللي هتحاسب المدير الفني اللي هيتحاسب بالظبط ان هو انت اتغلبت لا قدر الله. نتيجه الماتش كام؟ كسبت. طب كويس، يبقى انت بتفكر صح. بتفكر فيما هو قادم، فاهم حضرتك ازاي؟ لكن ان احنا ما تبقاش عارف حاجه، ما هو ده نفس الاطار اللي احنا ماشيين فيه من الشفافيه 19 يناير وعدم الشفافيه. لو حد طلع وقال يا جماعه انا جالي جواب من 19 يناير، لو حد قال انا طلع حد وقال انا جالي جواب وهنشوف، او اللي عايز يتقدم يا اخي يطلع في برنامج يقول كده. ما تبعتش للانديه، اطلع في برنامج قول الكلام ده. كان الاهلي التقطها وبيراميدز التقطها زي ما بيقولوا، ومش عارف مين التقطها ومين التقطها، والنادي الاهلي كلمهم طب ابعتوا لنا الجواب عشان على الاقل بتكون يعني ايه درءا للرماد. بس يا كابتن اصلا اللي بيقولوه ده، ولو ان برافو عليك برضو انك خدتهم في سكه كنت تقولوها لو في الميديا، لو كده، لانه في الاخر لا الكاف كان هيسمع الوداد ولا هيسمع الاهلي، هيسمع الاتحاد المصري او المغربي. بالظبط كده. يعني لا وجود لاسم نادي في التفاوض ولا في التنظيم حتى. يا باشا دي بديهيه احنا او الناس بتحاول تتغاضى عنها، بتغير الموضوع. ايوه ما انا بقول لك يعني بص يا كابتن، بيغيروا مجرى الحوار بين الاتحاد الافريقي والاتحادات في الدول المختلفه المشاركه في البطوله. صح طبعا. هنقعد احنا نفترض ليه ان الاهلي او الزمالك في الوقت اللي جه فيه الجواب 19 يناير كان الاهلي والزمالك موجودين طبعا، وبيراميدز والمصري موجودين. هنفترض ليه ان الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري يبقوا شطار ويعرفوا الجواب، ولو وصلوا كمان هم لا ويعرفوا اللي كنا هنبقى فيه. لا ويعرفوا الجواب، يعرفوه منين؟ هيعرفوه منين يا استاذ جمال؟ جواب انا بعته لحضرتك عشان على ظهر ايدي يعني. انا ولا انا بعت لك الجواب يا كابتن اسلام. الاستاذ عصام ما يعرفش عنه حاجه. حلوم الاستاذ عصام هو ده يا اخي. ازاي يا فندم؟ هو ده اللي اتكلم امبارح. ده اللي حصل استاذ جمال. هو يا جماعه قولوا لي تصريحات الاستاذ وليد، كابتن وليد العطار بالظبط لو سمحتوا. انا عايز اقول له استاذ جمال حاجه. استاذ جمال لقجع كل ما حد يتكلم يطلع يملى الدنيا وله حق بيدافع. السيد لقجع بيطلع يرد على اي حاجه تمس الاتحاد المغربي او الجامعه المغربيه او فكره الوداد.
لماذا لا يرد ممثلنا؟ ما هو الأدرى بقى بشعبها ما يقول لنا قوله الفصل. انت ايه رايك؟ انا لغايه دلوقتي يعني. انا لغايه دلوقتي نفسي اسال حبيبي وصديقي وصديقنا المهندس هاني ابو ريده لماذا لم يقل ولا كلمه ولا هو شايف ده صح ولا غلط؟ تعليق بخبرته مين هناك مين هنا كانت تتعالج ازاي؟ انا زعلان مش زعلمين. عارف ايه ده انا بتوجه لك بالسؤال يعني. ما انا خدت اقول سؤال وبقول لك الاجابه. انا اتوقع كنت اني اسمع الا اذا كان استاذ فوزي لقجع الا اذا كان هنا مريده مضغوط عليه صح. بس هو يتحدث باعتباره مدافعا عما يقال عن بلاده المغرب. بس هو رئيس الاتحاد المغربي طبعا صح؟ ايوه طب خلي بالك ان كل عضو كل عضو في الكاف والفيفا له مقعد زي كده اللي هو عضو في الاتحاد اللي بيقولوها المدربين دول شادو سترايكر. هو عضو مؤصل مش كده ولا ايه؟ هو عضو بيسموه حق له صاحب عضو دولي يعني ولو اسمع بعض بس ولو ان يقول خبرات كمان وينقل خبرات وهو همزه الوصل وكل حاجه حلوه. اوكي ده صحيح مش محتاج يعني البوزيشن يبقى رسمي. اوكي لا انا هقول حاجه كمان المهندس هاني ابو ريده او فوزي لقجع عشان يترشح في الاتحاد الافريقي خطاب من بياخد خطاب من اتحاد بلده. اوكي حتى لو هو مش رئيس ولا عضو طبعا بياخد خطاب عشان يروح يترشح بيه. فالاولى ان هو يدافع عن اتحاد طبعا بلده طبعا بلا شك. وبعدين مش هقول لك يدافع عنك في الخطا لا طبعا يدافع عنك لو انت معاك حق مفيش مشكله او على الاقل نسمع الراي اللي بيقوله هو ده. انا عايز اسمع الرأي بس الرأي وجهة نظر حضرتك فيما حدث خلال الفترة اللي فاتت دي كلها وحتى الكلام اللي بعض الاتهامات وجهت اليه انه هو كان له دور في انه اخفاء الخطاب. انا عايز اسمع رأيك. لازم تقول لا لازم تطلع تقول لم يحدث طبعا. ليه بقى؟ لانه لو السكوت هنا مش علامة الرضا. السكوت علامة الرضا في لا ما هو لو السكوت علامة الرضا يبقى هو اللي عمل كده يبقى علامة الرضا باللي بيتقال عليك برضه يعني هي كده ما هو يا نعم او لا ما فيهاش اصله يعني ولازم ارد. انا بتكلم ده برضه من منطلق احترامي وحبي لهذا الرجل كمصري وكصديق وكل حاجه. انما ان يتم السكوت على هذا الامر ويعدي كده والكلام هو يا فندم دلوقتي اعتقد انه اللجنه القانونيه العليا اللي تم تشكيلها من قبل الوزاره هتنظر في كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده. هيعلنوا زي ما مع الوزير وعد هيعلنوا النتيجه. ما قالكش امتى؟ قالوا خلال ايام يعني الايام دي ما ينفعش تبقى شهر يعني اكيد على الاسبوع ده لازم تعلن. الدكتور محمد فوزي النهارده كان بيتكلم برضو في احد القنوات المتحدث الاعلامي اللي هو المتحدث الرسمي كان بيقول في القريب العاجل. نتمنى ان القريب العاجل ده يبقى فعلا قريب. طب هو هيطلعوا دورين معلش بقى هيطلعوا دورين هيلاقوا مكتب على اليمين بتاع وليد وفي كمبيوتر بس يا جدع افتح الكمبيوتر ده ويشوفوا ايه اللي جه. الموضوع مش محتاج يعني حاجات صح. كتير صراحه على حد علمي بالتكنولوجيا طيب يعني. ما دي حقيقه فعلا. فهو في القريب العاجل يمكن يكونوا هيبصوا على حاجات تاني كمان يعني وده يبقى خير وبركه برضه لانه في تلويش كتير يعني وبالتالي قد يكون ما فيش تلويش يا سيدي ونطلع يعني ناس ما بنحبش الجبلية وقد يكون في فننتهي منه بقى للأبد بقى مرة. أنا معاك 100% وكل الكلام اللي حضراتكم بتقوله ده وهنطلع برضو ونعتذر إذا كان سمت ما طرحناه لا يساوي الحقيقة. أستاذ عصام أستاذ جمال أنا طلعت على الهواء من شوية وقلت للكابتن وليد العطار قلت له كابتن وليد لو أنت اي حاجه من اللي انا بقولها دي شايف انها غلط انا بدعوك للكلام وانا مش هتكلم طبعا. ولو طلعت انا غلط ما عنديش مشكله على فكره. انا يهمني اعرف ان الحقيقه تظهر للناس. انا يهمني اعرف هو ليه اللي حصل في موضوع الجواب زي حضرتك بتعمل دورك وزي ما حضرتك بتعمل دورك زي ما انا بعمل دوري خلاص. لو انا طلعت غلط في اي حاجه انا قلتها على فكره انا ما عنديش اي غضاضه تخليني اطلع اتكلم اقول بالزبط. انا غلطان انا اسف. دي ثقافه رائعه على فكره يعني انت عايز الراي والراي الاخر بالظبط كده. يا ريت يردوا. طب ما انا بدعوه ومره تانية امام حضراتكم ان هو يكون متواجد في اي وقت هو عايزه في اي وقت هو عايزه في البيت الكبير يقول لي رايه فيما
قيل خلال هذه الفترة. لماذا؟ أنا سؤالين. وبعدين أنا ما اتكلمتش حتى غير لما هو طلع اتكلم امبارح وقال إجابات هي إجابات غير مقنعة بالنسبة لي. قد يكون هو عنده لائحة ما مش عايز يقولها غير في وقت معين أو حاجة معينة يمكن احنا مش عارفينها. أنا معاك هنخليها قد ماشي. أنا عشان كده بقولك قد دايما أقول قد. ما أنا بتعجبني منك بصراحة. ما هعمل إيه طيب؟ ما هو لا عشان تدي الآخر حقه يا سيدي قد. فتعالى بقى قولها لنا. طيب الله ينور عليك. بلاش عندي عند الأستاذ عصام عند الأستاذ وليه مش عندي أي حتة. لا وليه مش عندك ما مثلا يعني يقول لك أصل قناة الأهلي وعشان ما بقاش أهلي ليه وأنا لو قلت وجهة نظر دي قضية بقت عامة دلوقتي. لو أنا قلت وجهة نظر وأنت رديت عليا هل ده ينتقص من خالص من وجوده كمدير تنفيذي لاتحاد الكورة؟ لا خالص. بالعكس وهذا الرجل إحنا بنحترمه. هو خطأ جسيم طبعا. بس يا فندم حضرتك خطأ جسيم. أيوة ما هو. لان انت انا وجهة نظري وانا حتى قلت وجهة نظري دي امبارح ان هذه هي خيانة مش للنادي الاهلي هي خيانة لبلدك طبعا زي خيانة للأندية المصرية بالكامل والكرة المصرية. هي لا يصح والاتحاد كرة القدم المفروض ان هو ممثل الكرة المصرية. هي لا يصح ان يطلق عليها مصطلح خطأ. هذا الامر لا يأتي الا عمدا. اهو بقى في اكتر من كده ان انا بقول لكم سخنوا وردوا. لا طبعا هذا الشيء بخبرتنا كده ما اعرفش استاذ جمال لا صح بنسبه كام. هذا لا يندرج تحت بند اي خطا لا ضربه حره غير مباشره ولا 10 عرضه ولا حتى ضرب الجزاء ولا تقديريه ولا 10 يعني فار ولا عصام عبد الفتاح ولا ينفع فيها اي حد ولا فار ولا حكام ولا اي حاجه التوب ليفل دي عمدا ولا شيء غيرها. فابرزوا دي عايزه عشماوي هذا المتهم وانجزوا لان دي ملهاش حل تاني بس دي عشان مصر مش هترجع لعصر فارس سبتاية. النور يقطع بفارس سبتية. لا احنا عايزين ننور البلد دي طيب. ونعمل شيء بحجم ما يبذل من جهد في الجمهورية التانية وما يزايدوش علينا بقى ولا هم عايزين يرجعوها عقود لورا مش هيحصل. ظهور الخطابين دول كشف حاجات كتير طبعا. ليه؟ ما ينفعش انا دوري كاتحاد ان انا احول خطاب في نفس الموضوعات واخد منه 5 ايتمات من 7 الاثنين التانيين ايه كخه يعني ولا ايه؟ واحد من مش فاهم من 7 او من 6 واحد بس ولا واحد ولا نص. لا ده الاخطر. ايوه ولا نص. البند ده بس مش 2 ده 2 دي بدايه تمويع برضو هو واحد بس علشان النادي الاهلي مش كده صعب جدا. خليهم بقى يقولوا غير كده زي ما حضرتك طرحت بالظبط كده يا سيدي قول غير كده يا اخي. انا انما ما تسيبوناش احنا مش قصر يا كابتن. ده حتى الراجل فنجاده اللي جابوه يكرموه هنا قال لك شغل هيبان كله الوقت بيجي يتعامل معانا بكله بيجي يتعامل معانا يا كابتن باعتبار انه صاحب فضل على البلد دي. حتى الراجل الاجنبي يقول لك بكره تشوفه شغل هيبان بعد 6 سنين. نظريه جحا يا كابتن نظريه جحا. جحا قال لمراته عايزين نترزق باي حاجه انا هجيب الحلل من الناس واقول له كل واحد هات 100 دينار دهب وانا اخلي حلتك تولد زي ما تودي مثلا يعني بقره او كذا للراعي. المهم عم جحا قالت له كده هنروح في داهيه. لا ما انا قايل لهم 5 سنين يظهر جحا كان يعرف فنجاده. زي ما الحلل هتخلف الحلل ممكن تموت يا حاج اما يا ام محمد. ما هو ابن جحا كان اسمه محمد عادي بقى وحد هيسال حد عارف حاجه. ما هو ما ينفعش كان كده الحقيقه خطاب جالي وانا مخبيه فمش هقول لك ان اسمه محمد. 5 سنين يعني حاجه غير اهو طلع عنده طلع فعلا شهاده الميلاد قصدك صوره منها او شهاده الميلاد. ما هو ده الجواب على حجر كبير كده. لا يا جماعه لا انتوا بجد شر البليه ما يضحك. اوعوا تحولونا للمشهد ده. مصر اكبر من اي حاجه. النادي الاهلي لا يدير بطوله عشان ما تصغروش الجيم. النادي الاهلي دولابه مليء بالبطولات. النادي الاهلي صاحب اعلى الارقام. ده انا ما بتكلمش عن منافس برضه ما تصغروهاش. لا انا بتكلم عن الرانك. بلدك في مكانه افريقيه وعالميه برغم كل معاناتنا من الاداره الكرويه واهل المحتوى. ناديك الاول موجود في مكانه تانية. تفرق معاه ايه بطوله يا جماعه؟ عيب ما تصغروش الجيم. ما تصغروش الجيم خطر يا استاذ جمال. صح ولا لا؟ صح طبعا. بعد قصه جحا وفنجاده اعتقد ان احنا كده ايه بقى؟ لازم خلاص مفيش. يعني الحقيقه هي قصه واقعيه. ايوه هزليه. ايوه صح. جحا رئيس الاتحاد الكره الدوره الجايه. لا ما اعرفش بقى دي ايه جحا رئيس الاتحاد الكره. لا خلينا بعيد. لكن انا بتكلم على جحا وفنجاده دي هي قصه بالفعل هي قصه هزليه ولكن هي قصه
واقعيه. صحيح. هو ده اللي بيحصل، مش هو ده اللي احنا شايفينه. للاسف اصل الجواب ما حدش قال، يعني الاهلي ما قالناش. عيب علينا ان احنا، هو الاهلي هيعرف منين حد حضرتك؟ طب على فكره كان ممكن يطلع يقول مثلا انا كلمت مدير تنفيذي، يبقى اكلم الدكتور مثلا دكتور سعد شلبي، ما اعرفش انا بقول اي كلام. كلم دكتور سعد شلبي قلت له كذا، حصل ما حصلش ما اعرفش، كان ممكن يحصل اي حاجه غير انه يقول انه النادي الاهلي ما كلمش. الاتحاد الافريقي، قصدي الاتحاد المصري، بيتعامل مع النادي الاهلي زي ما الاتحاد الافريقي بيتجاهل خطابات النادي الاهلي، كما لو ان الاتحاد المصري ده مش تبعنا. مع ان الاتحاد المصري هو كما ان الاهلي اللي مش تبع الاتحاد الشرعي، او كان الاهلي هو اللي مش تبع الاثنين. فما ينفعش كده، لازم يكون في مواجهه وفي هنقول شفافيه، بس طبعا هي درجه عاليه قوي. اتمنى ان يظهر او ان تظهر الحقيقه خلال الايام القادمه. وانا عن نفسي مش هسكت، وما اعتقدش ان الاستاذ عصام او الاستاذ جمال هيسكتوا. لا يمكن، يمكن طبعا الفتره اللي جايه. عموما يا رب كل التوفيق. بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا يا كابتن، كنا نتمنى بقى ان ناخد شويه حاجات كمان معاك، لكن جحا فرض نفسه. جحا بصراحه لازم انهي بعد جحا هي اصلها لطيف. هي القفله حلوه، القفله حلوه. فما ينفعش استنى بعد كده. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد وبعض الامور الفنيه الخاصه بمباراه المنتخب السابقه والقادمه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ازيك يا كيمو؟ ده كابتن اسلام، كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. اعرف بقى رايكم سريعا، لان احنا بقى لنا اسبوع شغالين في موضوع اخفاء الجواب ده، والواحد صراحه مش عارف يقول ايه. هو اولا يعني كنا دايما بنسمع في السنين اللي فاتت يا كابتن اسلام مقوله اصل النادي الاهلي نادي الدوله. اظن اللي بيحصل في الفتره دي كلها يا مال الدوله ومال النادي الاهلي في الكلام ده يعني كان دايما يعني بنسمع المقوله دي، بس للامانه اللي حصل مع النادي الاهلي لا، لازم يتم محاسبه. يعني في كذا نقط كده سريعه هقول لحضرتك عليها. طبعا. اول نقطه جواب الكاف. جواب الكاف ده اتبعت لاتحاد الكوره مرتين، مره في شهر 12 اخر شهر 12 مع اتحاد الكوره القديم، ومره في يوم 19 يناير بقى باتحاد الكوره القديم مع اتحاد الكوره الجديد. حضرتك انا جالي جواب يوم 19 وانا جيت يوم 7 ولا 5. تمام صح؟ لا ده بس هو في البدايه اول حاجه اتبعت في اخر السنه مع اتحاد الكوره القديم، ده جزء. بعد كده هو بالسبعة هو نفس الجواب اتبعت برضو يوم 17 يوم 19 يناير مع اتحاد الكره الجديد. حلو. الجواب ده فضل مخفي في الدرج، محطوط في الدرج من 19 يناير لغايه 14/4. الجواب اللي هو فيه تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا مخفي في الدرج، يعني حاجه غريبه جدا. الجواب ده ما طلعش غير يوم 14/4 بيطلبوا فيه، وكمان حتى لما طلعوه الاتحاد الكوره بجواب مختوم من رئيس اتحاد الكوره مبعوث لوزاره الشباب والرياضه منقوص منه الخانات بخمس بطولات، خمسه ايفنت بس من السبعه. يعني والغريب كمان في الجواب يا كابتن اسلام مكتوب في ايه؟ مكتوب في تنظيم دوري الكونفدراليه، نهائي الكونفدراليه ملعب الدفاع الجوي. يعني ده واحد عايز ينظم نهائي الكونفدراليه وعارف ان الجواب مكتوب فيه نهائي دوري ابطال افريقيا ونهائي الكونفدراليه، بدليل ان هو كاتب ملعب الدفاع الجوي اللي هو ملعب بيراميدز. يعني دليل ان في حاجه مقصوده، في تعنت ضد النادي الاهلي وفي حاجه مقصوده لعدم تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا، رغم ان 14/4 ده كان قبل دور الثمانيه، يعني قبل مباراه الاهلي والرجاء المغربي. فاذا اخفاء الجواب ده يعني احنا بنناشد طبعا وزير الشباب والرياضه ان هو فتح تحقيق، نتمنى ان يحصل اعلان للتحقيق ده. لازم في 70 او 80 مليون، هو يعني اللي هيفتح تحقيق يبقى هيعلن 100%. لازم يكون في اعلان لل 70 في 70 او 80 مليون اهلاوي في مصر، لازم من حقهم يعرفوا ايه سبب الظلم اللي حصل لفرقتهم. النقطه الثانيه، استاذ او الدكتور وليد العطار طلع بالظبط يا كابتن اسلام من 3 اسابيع في مداخله هاتفيه على قناه اون تايم مع كابتن شوبير، قال ايه؟ كابتن شوبير قال له بالنص كده، قال له هل النادي الاهلي مسؤول عن اي حاجه في قصه جواب الكاف؟ قال له لا، النادي الاهلي بالظبط بنفس الحرف، قال له النادي الاهلي المسؤول واعتذر، قال النادي الاهلي ملوش دعوه، قال له كده، قال له النادي الاهلي ملوش دعوه، النادي الاهلي مفروض بيخاطب الكاف، ملوش ان هو يخاطب الكاف مباشره، لازم يرجع لي، لازم يرجع لي الاول وانا اللي خاطب. مظبوط. امبارح طالع يقول ايه؟ طالع يقول ان النادي الاهلي هو اللي ما طلبش
تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا. طب منين من ثلاث اسابيع بتقول كده ومنين امبارح بتقول كده؟ ده القصه الثانيه. القصه الثالثه المداخلتين اللي هم بتوع الاثنين اعضاء اتحاد الكوره اللي هو دكتور ايهاب الكومي استاذ محمد ابو الوفا واستاذ محمد ابو الوفا. دكتور ايهاب الكومي طلع الصبح بيتكلم في ايه؟ ان احنا فصلنا حوالي 12 موظف من اتحاد الكوره. بالليل بيطلع دكتور محمد ابو الوفا والاثنين اعضاء في اتحاد الكوره بالليل بيطلع بيقول ان الكلام ده ما حصلش ومفيش فصل لاعضاء اتحاد الكوره. طب هنا منين التناقض؟ يعني منين التناقض اللي بيحصل في اتحاد الكوره ده؟ يعني في حاجه يا كابتن اسلام، في حاجه غلط، في حاجه مقصوده ضد النادي الاهلي، وفي تعنت موجود ضد النادي الاهلي، بدليل كمان ان الجواب زي ما قلت لحضرتك مكتوب في نهائي الكونفدراليه ما بين قوسين الدفاع الجوي. طب ما هو المصري كان بيلعب في البطوله دي، يعني كان ممكن مثلا يقول اي ملعب تاني، لا ده عايز ينظم لبيراميدز. يعني واضح ان واحد قاري الجواب ومذاكر كويس وعايز ينظم لبيراميدز بس. طبعا كامل الاحترام لبيراميدز وكل، ولكن النادي الاهلي من حقه، هو قد يكون انت لفت نظري لحاجه دلوقتي، قد يكون انه لو حط ما ينفعش يحط الاثنين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يحط نهائي دوري الابطال في استاد القاهره مثلا، وما ينفعش يحط نهائي البطوله الكونفدراليه في الدفاع الجوي، لازم يحط واحده مش الاثنين. قد يكون انا ما اعرفش، بس لا بس هو انت مبعوت لك سبع بطولات، المفروض ان انت ابعت السبعه من حق النادي الاهلي ومن حق الانديه ان انت يعني انت هتنظم، معلش مع الاحترام للالعاب الموجوده الكره الشاطئيه طبعا والحاجات الثانيه، اهم واولى نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني نمره واحد نهائي دوري ابطال افريقيا، نمره اثنين نهائي الكونفدراليه، اهم بطوله من كل البطولات الموجوده نهائي دوري ابطال افريقيا. تمام. وبعدين اخفاء، قصه اخفاء الجواب دي مش طبيعيه، في حاجه غلط. ثلاث شهور كريم. يعني اعتقد خلينا يا كابتن اسلام مع القرارات الرسميه ومع الاعلان الرسمي، حتى وجهات النظر بتاع يعني مجلس اداره اتحاد الكوره واضح جدا 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 ان هم مش على وفاق للدرجه. مثلا يعني هدي مثلا بسيط اهو، ان بعثه منتخب مصر المغادره لملاوي لمقابله المنتخب الاثيوبي يرأسها اربع افراد. بعثه منتخب راحه ملاوي، ملاوي ماتش يعني عادي جدا 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 قدام منتخب اثيوبي، يعني بيرأسها اربع افراد. لا هو لا هي ما ينفعش، لازم نعم. رئيس بعثه واحد. لا لا اربعه والله، البيان الرسمي من اللي طالع من اتحاد الكوره مسافرين اربعه اربعه اربعه، لكن لائحيا ما اعرفش ان هو ينفع يبقى اربعه. الكابتن حازم امام قايلها، الكابتن حازم امام قالها تصريح رسمي. قال انا متوجه الى ملاوي منتخب برئاسه اربع افراد، وقال اسامي الاربعه. فواضح جدا ايه اللي بيحصل من ساعه حتى اختيار الكابتن ايهاب جلال، واضح في مشاكل ما بينهم وهم مش على وفاق. طيب انا عايز اقف عند الحته بتاعه السيد الوزير. السيد الوزير اتكلم على امر اخفاء الخطاب بشكل علني في الاعلام، وبالتالي قال هنفتح تحقيق، وبالتالي ما دام فتح تحقيق يبقى احنا هنا لازم نوصل لنتيجه. وطالما ان في عضو في اتحاد الكوره قال ان في 12 موظف اتفصلوا، احنا هنصدق المعلومه ومش هنصدق النفي. ليه؟ لان النفي عنده مبرر. ايه مبرر النفي؟ انك عايز تجمل الصوره. ما دام المعلومه طلعت واتاكدت يبقى خلاص في 12 واحد اتفصل. هنا السؤال بقى، اتفصلوا ليه؟ الله اكبر عليك. وبالتالي كمان ليه حتى لو فيهم واحد، ليه الجواب في حاجه، انا اسف في اللفظ، يعني حاجه بسيطه، حاجه اداريه يعني، دي ولا تحكيم. انا اول مره اشوف كده. يعني انا اللي انا اعرفه، انا راجل لو جالي حاجه رسمي، مش يعني انت عندك في شغلك مش بيجي لك حاجه رسمي، بيجي لك على الميل طبعا، ولا بيجي لك ورقه جواب؟ لا 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 لا, لا, لا النهارده على الميل طبعا. طيب ما هو ده اللي انا بقوله، اعتقد ان اتحاد كره القدم عندهم ايميل اعتقد. طب معرفش. لا طبعا طبعا في، لا الجواب جه والطلب جه على الايميل الرسمي لاتحاد الكوره. بالتالي خلينا يا كابتن اسلام نقف عند الحته الاخيره بعيد عن وجهات النظر عشان الناس يعني ما نخشش توه الناس. النهارده السيد الوزير قال في تحقيق اتفتح في موضوع الجواب اللي تم اخفائه، كمان النقطه والزملاء الصحفيين يعني زمايلنا بصراحه جابوا انفرادات واضحه جدا جدا ان كان في ماده اتشالت من المواد اللي راحت للجواب، يعني الجواب بالانجلش اتشال منه، اتقص منه نقطتين، وبالتالي ده يوضح في تعمد. انت قصيت الكلام، يبقى النهارده بيقص الكلام عندك مشكله، عندك تعمد او اتقال لك، ملهاش معنى تاني. لا انت تعمدت من نفسك، يا اما اتقال لك ابعت النقط دي. وبالتالي السيد الوزير النهارده مطالب باخذ وقته في عمل التحقيق، بس اكيد طبعا الموضوع مش محتاج مثلا يعني مش محتاج تحقيق شهر او 15 يوم. لا سيدي شهر بسيط. مفيش مشكله. لا 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 محتاجش، لا ما هو ما يحتاجش، الموضوع بسيط، المهم يطلع الموضوع بسيط، يطلع نتيجه. احنا هنجي ببساطه اهو، يا اتحاد يا كوره، مين اللي معاه الايميل؟
ايوه اللي بيستقبل. الموضوع بسيط زي انا عندي في يعني في شغلنا بس كل واحد فينا كده. مين اللي مع مين النهارده كان المسؤول في الشيفت ده من الساعه كذا للساعه كذا وقت ما الميل جه؟ وواضح الميل بيبقى واضح. فلان تعالى يا فلان الميل ده حضرتك معاك انجلش ترجمته ولا ما ترجمتش وديته لحد؟ هيقول لك لا والله انا ترجمت بنفسي او اديته لفلان الفلاني هو اللي ترجم. خلاص تعالى انت وتعالى فلان الفلاني تعالى عملت ايه اللي حصل بقى؟ بس موضوع بسيط. هيقول لك انا اديته انا حطيته في الدرج وسبته للشيفت اللي بعده. كل ده ما ياخدش اكتر من 48 ساعه. وبعد كده السيد الوزير مطالب بتقديم نتيجه واضحه للراي العام والاعلام. بتفضلوا يا جماعه نتيجه التحقيقات اللي احنا عملناها كذا 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 مع وعد ان ده مش هيتكرر تاني. هو ده حل المشاكل ببساطه ووضوح عشان ما نقعدش. والميزه بقى في الايميل ايه؟ انت عارف طبعا الكلام ده. نعم. الايميل بيجي لك بالوقت طبعا. والتاريخ صح والزهر وجالك الساعه مثلا طبعا. مثلا يعني الساعه 11:39 دقيقه و40 ثانيه صح. الميل بيجي كده طبعا. يعني بص ما فيهاش اي يعني اي حاجه. هيقول لك مين اللي اخفى الجواب 3 شهور من شهر يناير لشهر 4. فلما مبعوت ايميل اللي اخفى الجواب ده يعني في كان في واضح ان في نيه مقصود التعمد. يعني واضح جدا ان في نيه مش كويسه ضد النادي الاهلي. لان الجواب فضل مخفي. هو اسمه يا جماعه النادي الاهلي المصري مش الاهلي اليمني ولا الاهلي السوداني. اسمه الاهلي المصري. الاهلي بيلعب باسم مصر. لما كان هيكسب البطوله لو كنا كسبناها وخدنا البطوله 3 مرات على التوالي كانت هتفضل مكتوبه في التاريخ ان ده اول نادي في التاريخ ياخد دوري ابطال افريقيا 3 مرات ورا بعض. يعني دي حاجه بتشرف اسم مصر. عشان كده لابد من معرفة نتائج الحساب. الوزير الشباب والرياضة طبعا كون لجنة مكونة من المستشارين. فنتمنى ان هي بس يعلنوا في بيان رسمي نتيجة التحقيق ايه. ولا يلام ولا يلام اهو واضح ولا يلام جمهور النادي الاهلي لاخر الموسم لاي شعور بالضغينة او الكراهية ضد اتحاد الكورة. لا يلام. ليه؟ انت اللي بتحط نفسك في الفريم ده بنفسك. ده يعني الاخبار دي بس خد بالك احنا برضو لا نشجع على الكراهيه لان انت لا علاج المخطئ. علاج المخطئ انا قصدي لا او عقاب المخطئ. انا حاسب حاسب انا اللي بيحاسب النهارده الوزاره. حاسب الوزاره ماشي. الوزاره هي بتحاسب. ايوه ما هو لو دلوقتي الاتحاد نفسه الاتحاد نفسه ما هقول لك حاجه خلينا نسمع بعض. راح بس النهارده احنا قلنا ان في موظف في حد غلط بالظبط. هل ده معناه ان كل غلط؟ لا لا بالظبط. يبقى المفروض طبيعي جدا جدا ان احنا نشوف بعض الحماس من البقيه ان هم يبرقوا يبرقوا صوره الاتحاد. هو ده طبيعي. هو ده لغايه النهارده. ولكن كريم اللي اخطا يتحاسب. كريم سعيد واحمد احمد ثابت واسلام الثلاثه دول اخطاء. لكن مهم جدا الثلاثه يتحاسب. مهم جدا بس يا كابتن اسلام مش ال10 ثلاثه. احنا النهارده كره القدم انت بتتعامل مع مشاعر ناس طبعا. ما دول مش الات. مش هتدوس على الزرار افرح هتدوس على الزرار ازعل. 100% دول مشاعر دول ناس وناس بسيطه يعني من الطبقه المتوسطه عامه في مصر اللي بتحب الكوره. هم دول الطبقه الاكثر طبقه بتحب الكوره في مصر. وبالتالي انت النهارده محتاج انك توضح موقفك. وما ينفعش النهارده الكل يبقى ماشي في نفس الاتجاه اللي هو ايه احنا عندنا غلطه. طب اسكت بقى عشان ايه الموضوع يعدي كام يوم وهينسوا. لا ده مش هيتنسوا. وخلي بالك في نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن اسلام. في نقط في مشاكل بتجيب مشاكل. يعني ايه ولسه فاهم قصدي؟ يعني ممكن مشكله تحصل اقول لك ايه؟ فاكر لما عملت معاك كذا؟ فنتمنى مره واحده بس مره واحده لما يتفتح ملف نقفله عشان ما يكرش ملفات اخرى بعد كده. طيب فاصل وبعد هذا الفاصل نعرف راي احمد ثابت وكريم سعيد في موضوع التحكيم الاجنبي القادم لمباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ثابت حكم اجنبي لمباراه القمه. ده العنوان. اتفضل. ده حاجه ان كلنا بنتمناها من بدري. والنادي الاهلي كان بيطالب تحكيم اجنبي لبعض المباريات في الدوري واعتقد ان يعني المباراه اكيد هتكون مصريه في الدوري. هتكون مهمه جدا في ظل المنافسه الموجوده ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على الدوري. بيقال ان الحكم قد يكون اسباني. وهو لو اسباني هيبقى يعني حد من الاثنين المشهورين طبعا ماتيو لاهوز او خيسوس. واحد فيهم هم اللي بيحكموا بيروحوا الدوري السعودي بيحكموا في اليوروبا ليج دوري ابطال اوروبا. ده الاسمين يعني اللي لو الحكم اسباني الاقرب. وخاصه كمان ان تم الاعلان ان هو هيكون من الخمس دوريات الكبرى. فدي حاجه طبعا يعني. وقال ايطاليا اسبانيا فرنسا او المانيا. وألمانيا. صح المانيا. فهو في الغالب هيبقى اسباني. يعني الحكم غالبا هيكون اسباني من بره المشاركين في كاس العالم.
مباراه المشاركين في كاس العالم. الماتش يوم 19 والمعسكر يوم 20. فغالبا هيبقى، انا اتوقع ان هو هيبقى خيسوس ده. بنسبه كبيره هيبقى الاسباني خيسوس هو الحكم يعني بنسبه كبيره، وطبعا نتمنى ان هو يكون موفق في المباراه، لان احنا شفنا احنا بنعاني السنه دي، بنتكلم كتير قوي على اخطاء التحكيم في مباريات كتير، فنتمنى ان شاء الله ان الحكم يكون موفق وان النادي الاهلي يكون موفق في الفتره الجايه. اعتقد يا كابتن اسلام يعني قرار طبيعي، هو ماتش الاهلي والزمالك معتاد من زمان يعني ان احنا بنجيب طاقم حكام اجنبي، ربما السنه اللي فاتت كان الاستثناء وعملنا تجربه ساعتها الكابتن امين عمر، واعتقد المباراه اللي كانت الاولى كان الكابتن محمود البنا، محمود البنا ماتش والكابتن امين عمر ماتش، انا في وجهه نظري يعني اقدمه مباريات مقبوله وما كانش فيه مشكله يعني، وكنا نتمنى ان التجربه تستمر، ولكن للاسف ان احنا ما عندناش سيستم ماشي للحكم المصري، شويه فوق شويه تحت، وبالتالي بيحصل مشاكل كبيره، ووصل بينا الحال السنه دي ان احنا مستوانا في التحكيم ببساطه يوازي ان احنا ما لناش ولا حكم ساحه في المونديال، وبالتالي هو ده مستوانا، وهو ده او دي الدرجه اللي احنا خدناها، وبالتالي طبعا الافضل ان احنا نعود للسيستم القديم ان احنا نستقدم طاقم تحكيم اجنبي بالكامل، واتمنى طبعا كمان الفار، ان احنا طالما بنتكلم على طاقم تحكيم اجنبي ما ينفعش نجيب طاقم حكم اجنبي للساحه ونجيب حكم مصري للفار، هنحصل مشاكل ومش هنخرج من الدايره اللي احنا فيها، ونتمنى طبعا المباراه تمر بسلام، ونتمنى طبعا خلاص احنا دلوقتي ما عندناش كابتن اسلام لغايه نهايه الموسم غير الدوري والكاس القديم والكاس الجديد، فنتمنى ان شاء الله ان الاخطاء تقل عشان البطولات دي تذهب لمن يستحقها. طيب اليوباجي وبيعه لفريق اميان الفرنسي واثار جدل. اقول لحضرتك على حاجه، انت حضرتك لو ناخد بالنا في القنوات كلها او في اغلب البرامج الرياضيه، لو النادي الاهلي مثلا يعني جاب لعيب والصفقه فشلت يقعدوا يتكلموا عليه، والاهلي خسر فلوس والاهلي مش عارف ايه، اول حاجه يقول لك اول حاجه انتوا مش عارف ايه. طب ما بادجي اهو، على فكره انا زعلان على بادجي فنيا بصراحه. برافو عليك. يعني انا شايف ان بادجي نوعيه مختلفه عن كل المهاجمين الموجودين، طويل القامه، قوي بدنيا، حتى لما لعب مع فايلر سريع. كان سريع قوي بضربات الراس، محطه، نجح في فرنسا حتى لما راح، ولكن خلاص هي رغبه المدير الفني او العلاقه ما بينه وما بين موسيماني كانت متوتره لحد كبير، فالنادي نجح في ان هو يسوقه النادي الاهلي حصل على 2.5 مليون دولار السنه دي بس من اليو بادجي، هو باعه لنادي اميان الفرنسي ب 2 مليون دولار وكان اعاره في بدايه السنه بنص مليون، فانت كده خدت منه 2.5 مليون دولار، غير ان انت كنت عرته لنادي انقره التركي ب 200 الف دولار قبل كده، يعني عملت مبلغ كبير جدا وانت كنت شاريه بحوالي 2.2 من 10، فدي شطاره ان انت لاعب جبته ما تخسرش فيه أوكي. وتكسب فيه، وحصل ان انت بتجيب لعيبه، يعني انا برضو عايز اتكلم في نقطه ان انت ممكن تجيب لعيبه اي نادي في العالم، ريال مدريد جاب هازارد بمبلغ كبير وما نجحش، اي نادي في العالم بيحصل فيه كده، ممكن تجيب صفقات تنجح ممكن صفقات تفشل، بس على قد ما تقدر، ودي شطاره من مدير التعاقدات امير توفيق برضو تحسب له وتحسب للجنه التخطيط، ان هم قدروا ان هو مدير فني عندك مش عايز لاعب معين فقدرت ان انت تسوقه، لكن انا هكررها تاني، انا زعلان على اليو بادجي فنيا. قضيه اليو بادجي دي يا كابتن اسلام مهمه جدا عشان الناس تتعلم ازاي تفرق في الحكم والنقد. ليه؟ احنا بنتكلم على اليو بادجي هو اترفض فنيا بسبب قرار من بيتسو موسيماني المدير الفني. شطاره الاداره وشطاره اداره التسويق في تسويق اللاعب ماديا ده امر اخر، يعني ما ينفعش نقول مثلا ايه النادي الاهلي ككلمة واحدة ونسكت، لا، لأن النهاردة المدير الفني هو مسؤول عن حتة، مثلا ما نقدرش ننسب إن النادي الأهلي كسب فلوس لبيتسو موسيماني إن هو خد القرار إن هو يمشيه، ما ينفعش نقول كده خالص، لكن نقول الإدارة شاطرة إنها سوقت اللاعب وكسبت فيه، إدارة التسويق شاطرة إن هي تعاملت مع كذا نادي بره وقدرت إنها تكسب النادي فلوس، ولكن على المستوى الفني أنا بالنسبة لي دايما النادي الأهلي ليس النادي الذي يبحث عن المكاسب المالية في كرة القدم، لا، احنا بنبحث الأول على ان احنا نقوي فرقتنا وكمان نكسب بطولات، والبطولات دي تجيب لنا فلوس، ودرس مهم جدا نتعلمه، ويعني اتمنى اكيد طبعا بيتسو موسيماني مش بيسمعنا دلوقتي، ولكن مهم جدا 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 لأي مدير فني في النادي الأهلي عبر التاريخ انه لازم يفصل ما بين أموره الشخصية وبين الأمور الفنية،
اوكي كلنا شفنا المشكله اللي كانت ما بينك وبين بادجي لما كان ريني فايلر مدير فني النادي الاهلي وانت كنت مدير فني لصن داونز. ايا كان اللي حصل ما بينكم، طالما ان انت جيت مدير فني للنادي الاهلي يجب ان تجنب مشاعرك وامورك الشخصيه على جنب في حكمك الفني. بادجي في وجهه نظري كان افضل بكتير من وولتر بواليا وافضل بكتير من صفقات كنا دايما بنركز عليها في مركز المهاجم الصريح. اليو بادجي في نهايه مبارياته الاخيره مع النادي الاهلي كان مهاجم ممتاز، حتى المباراه قدام نادي الزمالك، نادي الزمالك كسب 3-1، بادجي قدم مباراه فنيه ممتازه وكان الكيرف بتاعه طالع. فنتمنى ان احنا دايما في النادي الاهلي، مثلا انا النهارده قلت لاغلبيه الجمهور هنبيع اليو ديانج ب 10 مليون يورو بس مش هنقدر نجيب له بديل، هيتقال لي لا مش احنا، احنا مش نادي يهدف الا تسويق اللاعبين، احنا نادي بطولات، فبالتالي لو هنبيع بالرقم ده اوكي بس نبقى مجهزين البديل الاول. هل ده اللي تم مع بادجي بالراي الفني الموسيماني؟ لا. وبالتالي هنا اتمنى ان بيتسو موسيماني في حكمه على اللاعبين، خصوصا ان احنا داخلين على فتره انتقالات صيفيه، احكم فني فقط، بلاش الامور الشخصيه وبلاش الامور اللي فيها اصل انا زعلت من فلان وما زعلتش من فلان. بس في كمان يا كابتن اسلام تكمله، العقد بتاع اليو بادجي النادي الاهلي كمان هيحصل على 20% من اعاده بيعه، يعني نادي اميان لو باعه لاي نادي تاني ياخد 20% من اعاده بيعه، وال 20% ده كله مكسب، جاي كله مكسب، الكيرف بتاعه طالع، والكيرف بتاعه طالع يعني ده ممكن ايه بعد كده في خلال سنه او سنتين رايح انجلترا. لكن خليني اقول لك ان ده اذا ودانا المنطقه الثانيه قد تكون ايجابيه، وانا دايما احب انظر للنواحي الايجابيه. ان اداره الاهلي لا تعتمد الا على شيء واحد فقط وهو راي المدير الفني. صح. طبعا معنا. طبعا قد طبعا. يكون طبعا. المدير الفني اخطا طبعا، او من وجهه نظرك هو حر، نظره حر، لكن هو في النهايه هو من يحاسب طبعا، وبالتالي ده يورينا قد ايه الديمقراطيه اللي موجوده بما لا يؤثر على الفريق بشكل سلبي. طبعا الديمقراطيه اللي موجوده في الاختيارات. انا راجل مسؤول عن كوره وراجل نجم كبير، كابتن خطيب يعني راجل نجم كبير وكل حاجه، ولجنه التخطيط اللي موجوده وشركه الكوره، ولكن في النهايه راي المدير الفني مش عايز اسلام. صح. خلاص اسمح لي اضيف على كده، ده يودينا لمنطقه ايجابيه جدا. حضرتك قلتها دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ شلتك. الله ينور عليك. ده البروجكت بتاعك انت حابب تنجح فيه ازاي؟ والله انا مش عايزه معايا، وخلي بالكوا يا جماعه لو بادجي كمل معايا انا هبقى قاعد متضايق. لا 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 خلاص اوكي ماشي احنا محتاجين. لا وكده كده اصل هو لو موجود ما هو مش هيلاعب، ده حاجه ثانيه. لا وكمان بعدين اللاعب انا جايبه بمبلغ كبير ويفقد السيطره على اوضه اللبس. معلش اسف انا كنت عايز اربطها بحاجه بس الكابتن سام قالها. هو هيفقد السيطره على اوضه اللبس لان في واحد هو اوريدي مش عايزه وكمل معاه. وحتى بيتسو موسيماني بعد رحيل كيفن جونسون المدرب العام اللي هو كان جايبه، إدارة النادي الأهلي والكابتن الخطيب قال له لو سمحت هات بديل، قال له لا 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 أنا مش عايز، أنا هكمل أنا والكابتن سامي قمصان وإحنا قادرين على تحقيق نفس الإنجازات. اتنين فني، وده طبعًا الأمانة يعني كان أنا في وجهة نظري كرم مصطح منه. ما ينفعش النهاردة فريق فيه 30 لاعب يقوده فنيًا اتنين بس لغاية النهاردة، ده صعب. حتى في أنا هسأل نفسي في التمرينة في 30 لاعب في الملعب هتقسموها إزاي؟ 15 و15؟ طب ما هو صعب. فالإدارة مشكورة برضو وتؤكد على كلام حضرتك، أيدت القرار. ولكن في نقطة بينها أنا أحب أقولها، لو تخطيطك وصل في الآخر لنقطة سلبية يجب التدخل، يجب التدخل. ليه؟ لأن أنا جربت معاك مشيت معاك الطريق بتاعك. ما هو إمتى النقطة السلبية؟ نعم عندما تخسر، لما تخسر بطولات طبعا. بس هو ده من هنا بس نقدر او هننتظر القادم ايه اللي هيحصل فيه خلال الفتره القادمه. النادي الاهلي النهارده كان بيلعب مباراه مع الدفاع الجوي، اهم مكاسب هذه المباراه طبعا بسرعه كده، مكاسب مهمه جدا. النهارده كنا بنقول دايما او كانت نقطه خلافنا دايما مع بيتسو موسيماني ان هو ما بيعملش مباريات وديه، كان لازم يبقى انت عندك مباريات وديه عشان تجهز البدلة، اللعيبه بتاعتك تكون جاهزه. ده اللي بيحصل دلوقتي، بنشوف بعض المكاسب من المباراه بعض اللعيبه. يعني النهارده مثلا لو استعرضنا الاهداف هتلاقي ابرز المكاسب النهارده في المباراه، الهدف الاول مثلا سجله زياد طارق، واحد من الشباب، انت بدات الطعم بالشباب، بتشوف زياد طارق بيسجل، لعيب
لعيب موهوب جدا، لعيب كويس، لعيب كويس جدا، وجناح شمال وبيخش لجوه وبيكمل، لعيب كويس، لعيب كويس يعني ينتظر مستقبل جيد، لعيب يعني بروميسنج ينتظر مستقبل كويس جدا. عندك الهدف طبعا اسيست صلاح محسن، الهدف الثاني بيبين لك تكمله الظاهرين اللي قدام، محمود وحيد ناحيه الشمال بيعمل العرضيه وتكمله كريم فؤاد. احنا عندنا في الفتره دي مشكله شويه في الظهير الايمن، النهارده بتجرب لعيب زي كريم فؤاد، بتديله حساسيه ماتشات بتكسبه، فدي حاجه مهمه جدا عشان مباريات كاس مصر، خاصه ان احنا داخلين عندنا 2 دوري وعندنا كاس مصر وعندنا 2 سوبر الامارات، فانت عندك 5 بطولات. تمام. الهدف الثالث النهارده بتشوف ضربه ركنيه بيعمل الاسيست مين؟ محمد محمود في المركز 8 اللي قدم ماتش كويس جدا. مين بقى اللي بيسجل؟ حسام حسن اللي هو كان في الفترة الأخيرة. النهاردة لما حسام حسن يجيب جونين انت كده المباراة الودية دي زي ما بنقوله، وخاصة كمان قناة الأهلي بتذيع المباريات ديت، يعني ايه بتنجم اللعيبة دي، بترجع واحد زي حسام حسن كان ممكن مثلا يمشي، النهاردة بيجيب جونين، لا ده هيقعد بيخش تاني في فورمة المباراة، يعمل منافسة ما بين حسام حسن وما بين محمد شريف وما بين صلاح محسن. النهاردة كفة حسام بعد ما جاب الاجوان بتزيد. الهدف الرابع برضو بنشوف تدخل وخبرات طبعا وليد سليمان في القطعة والضغط، بيكمل حسام حسن، شوف الاستلامة ما بين الاثنين المساكين والعرضية من وليد سليمان، بيستلم وبيحط. إذن حسام حسن مكسب، بيجيب جون بالهيد وجون بالقدم، إذن ده واحد من أهم المكاسب في المباراة. الهدف الخامس بقى، بص ده الهدف الرابع بتاع حسام حسن، حطها حلوة جدا في الزاوية الضيقة. الهدف الخامس لو عرضناه، الهدف واحد من أهم اللعيبة وواحد من أحسن اللعيبة الصاعدة برضو، محمد أشرف الباك ليفت، النهارده بتجهز حسين الشحات واحمد عبد القادر، بتنزلهم في اخر دقايق. بص محمد اشرف الباك ليفت ده برضو واحد من اللعيبه البروميسنج الصاعد، انت النهارده بتدور على بديل لعلي معلول. فانت في الفتره دي عندك لعيبه شباب وعندك لعيبه خبرات وعندك لعيبه بديله عايز تجهزها، فاللعيبه الشباب دي انت بتعمل ايه؟ بتشوف هل في لعيب ممكن يكمل معاك ولا هتعيره؟ ما النهارده محمد اشرف ده لما بيظهر سعره بيزيد طبعا. انا لما اجي اعيره كنادي اهلي هطلب فيه 3 4 مليون اعاره مثلا ولا 5 مليون على حسب ما يطلبوا، بس هتطلب فيه سعر كبير، مش 10 يعني، يعني مبلغ كبير يعني. النهارده محمد اشرف، زياد طارق، لما يجي انديه كلها بتشوفه وقناه الاهلي بتذيع الماتشات، هتيجي يقدر يعمل كليب او يقدر يسوق نفسه بشكل كويس زي عبد القادر كاعاره، زي احمد عبد القادر، برافو عليك، لما طلع اعاره وطلع وتالق ورجع. النهارده اللعيبه كوكا عامل ماتش هايل، احمد نبيل كوكا تالق في مباراه انبي، قدم النهارده مباراه هايله بتغير طريقه اللعب. هي اللغز الوحيد بس او نقطه الاعتراض الوحيده هي طريقه لعب 4-2-2-2، بصراحه الطريقه دي مفضيه وسط الملعب بتاع النادي الاهلي، وهي كانت واحده من اهم الاسباب واحده من اهم الاسباب اللي خسرتنا النهائي الافريقي فنيا. الطريقه اعترض كتير انت احمد الاربعه ولا ايه يا عم كريم؟ بيعترض كتير. لا هو بيقول لي عشان هو اللي ما كانش موافق. انا هو بيقول ان انت بتقول على، والله انا قلت في النهائي لازم نلعب بثلاثه ارتكاز، لازم في ظل الاجواء الجماهيريه وظل الاجواء دي لازم تلعب بعمرو السوليه وديانج وحمدي فتحي. النهارده لما بتلعب باثنين عملت لك مشكله في العمق الدفاعي. انا على فكره مش يعني انا مش من محب ان انا العب بثلاثه حتى في مباراه الوداد، وجهه نظري صح. مباراه الوداد صح. انت اعلى فنيا صح، اتغلبنا ووحشين بس كمل بس ماشي. اتغلبنا ووحشين وكل صح. حاجه صح، واتغلبنا اهو ووحشين صح. صح. وخسرنا البطوله وكل حاجه صح, صح. حقيقه لما تيجي تقارن ما بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه نادي الوداد مع كامل الاحترام صح. لا فارق جيد، مش هقول كبير قوي، لكن فارق جيد لكل لاعب او للنادي الاهلي صح، يخليك تبقى انا شخصيا ما كنتش قلقان قوي مليون ما كام صح، لانه المباراه كانت ممكن تبقى افضل من كده بكتير لو اللعيبه كلها في، مش هقول لك 100% من مستوى، 100% من مستوى كنت هتكسب وتعمل مباراه عاليه جدا، لكن لو اللعيبه 60 50 60 من 50 ل 70% كنت ممكن تقدر تكسب هذه من وجهه نظر. انا اختلف بقى فضل. انا شايف ان انت مباراه نهائيه. هو الوداد عمل ايه؟ معلش فكرني كده. الوداد 4-1 4-1 سادلك الكوره، سابلك الكوره، عمل ايه؟ افتكر كده هجمه اتعمل غير الجولين اللي دخلوا. ما هو ما هي النهائيات احنا قلنا تكسب ولا بس تلعب، بس صح احنا قلنا كده، قلنا ان احنا لازم مزبوط. نلعب دفاع منطقه زي ما ريال مدريد. طب ما ريال مدريد وليفربول عملوا ايه؟ صحيح ليفربول فضل مهاجم وريال مدريد اللي كسب، هي المباريات دي تدافع مستحوذ كمان مش مهاجم، فضل مستحوذ وبيهاجم. انت النهايات دي تكسب ولا تلعب، فعشان كده كنت شايف ان 3 ارتكاز هتديك حمايه، خاصه ان احنا شفنا التسديده اللي في اول دقيقه في العارضه من منطقه العمق، كرة الهدف من العمق، يعني واضح ان كان مشكله، خاصه ان احنا اصلا عندنا مشكله بقى لها فتره في البيلد اب بتاعك،
في بناء الهجمه بتاعتك مش حلوه، ده بسبب ان انت تمام ثلاثة ارتكاز هتديك حل. ان شاء الله ان نتدارك هذه الاخطاء في الدوري والكاس الكاس القديم والكاس الجديد باذن الله ان شاء الله. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في خلال مبارياته القادمه. انا بشكرك جدا يا ابو حميد على وجودك. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا انك كريم على وجودك معانا. كان نفسنا طبعا نتكلم عن المنتخب بس ان شاء الله بعد يوم الخميس عشان تبقى بس انا بشوف ان مباراه الاثنين مباراه المباراه اللي فاتت يعني ما ينفعش فين نقيم الكابتن وجهه نظري ان احنا نقيم الكابتن لكن ممكن تقيم المرحله كامله صحيح. بعد مباراه كوريا تقدر تقيم كوريا كمان صح. تقدر تقيم المرحله كامله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.